مساء الخير لكل مشاهدي برنامج صرخة وأمل. سلام مسيح ليكم ونلتقي، وحلقة جديدة النهاردة فيها كتير وفيها موضوعات مهمة، يعني أتمنى تتابعوا الحلقة لآخرها وفيها يمكن مفاجآت كمان. حلقة 24 سبتمبر 2020، وكل سنة دايما يا رب وأنتم بألف خير، وأتمنى تدعوا الأصدقاء زي ما متعودين، لأن في حاجات ساعات بتعطل مثلا الحلقة انها تتحط على اليوتيوب، فبتبقى اللايف احسن وافضل، لان لما بتتأخر كتير قوي بيسألوني هي فين الحلقة. فبالتالي ارجوكم ادعوا الاصدقاء نبقى على الهوا مع بعض وتشوفوا اخر الاخبار واخر الموضوعات اللي هنتكلم فيها. الاسبوع اللي فات انا طبعا بتمنى ان يكون في خبر حلو في اول الحلقه، وبتمنى وكتير بعض المشاهدين قالوا لي يا ريت تبداي بالاخبار الحلوه، بس بيبقى غصب عني صدقوني. محتوى الحلقه بيبقى فيها تقريبا كلها حاجات لازم نتكلم فيها، مش هقول حاجات وحشه ومش هقول حاجات حلوه، لكن كنت اتمنى ان انا اقول اول خبر حلو، فمعلش. بالمناسبة الأول، حلقة الأسبوع اللي فات لما اتكلمنا على الحاجة رضوى والحجاب ومش الحجاب، طبعا اللسان الطويل اشتغل كتير قوي والشتايم كالعادة، والمرأة المسلمة عفيفة والمرأة المسلمة مش عارفة ايه وايه. طيب انا في يوم من الأيام قلت ان انا هعمل حلقة، بس هي طبعا مش النهاردة، هعمل جزء من حلقة عن المرأة المسلمة، لكن بسبب اللي اتقال لي الاسبوع اللي فات هقول لكل واحده مسلمه اللي بتعتقد ان الاسلام كرمها واصطفاها عن المتبرجات وحاجات كده. على فكره كلمه ج المتبرجات دي كل حرف تقولي فيه او يا مسلم بيقول فيها حرف الجيم بياخد حسنه فيها في الجنه، يعني ف ناخد حسنات منكم النهارده. المتبرجات، المرأة المسلمة، هعرفك مكانك في كلمتين ثلاثة عشان ما اخدش من وقت الحلقة، في بعض الكلمات من كتبك انت ايه في الاسلام. وطبعا في المرأة المسلمة كتير النهارده، في حلقة النهارده فيها حاجات كتير، لكن خلينا نقول تلعنها الملائكة اذ لم تلبي رغبات زوجها، فانت ملعونه من الملائكه. يعني لو انت تعبانه ومهدود حيلك ومش عارفه ايه ولم تلبي رغبات زوجك او اي حاجه وهي رغباته طقت في دماغه في كده، فانت ملعونه من الملائكه، ناقصه عقل ودين. اكتر اهل النار هن النساء. وبالمناسبه اهل النار اكترهم من النساء. اتفرجت على فيديو الشيخ اللي فيه بيقول ان الست اللي هتدخل النار، طبعا اكترهم اهل النار من النساء، فالست اللي هتدخل النار هتاخد خمسة معاها من اهلها، ابوها واخوها وعمها وابنها وجوزها. طيب افترض ابوها مات وهي طفلة، هتاخد مين الخامس؟ افترض ما عندهاش اخ، عندها بنات بس، عمها ما عندهاش عم، ابوها كان وحيد مثلا، يعني جوزها عادي ممكن تاخده معاها النار حتى لو كان يعني تقي جدا وبيعمل كل الحسنات وبيصلي وبيصوم وبيعمل الفرائض كلها، لكن هتاخده معاها النار لو هي دخلت النار. ليه؟ لمجرد ان هو ما خلاهاش تخرج، او يعني سمح لها تخرج وهي مش محجبه وهي مش لابسه الحجاب. اخوها برضو نفس الحكايه، افترض ما عندهاش اخ. فعايزه اسال الشيخ لو هم مش موجودين مين اللي هيدخلوا معاها النار حسب كلام حضرتك. اذا جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء يقبل في صوره شيطان، الست هتبقى في شكل شيطان وانت كمان هتبقى شكلك شيطان. المرأة تقطع الصلاة كالكلب والحمار، ودي أثبتها لكم قبل كده. المرأة عورة، فأنت عورة، ف
في كلا الحالات انت عوره. خلقت المراه المسلمه، طبعا خليكم انتوا، يعني انا كل ده بتكلم على المراه المسلمه، خلقت من ضلع اعوج، يجب على الزوج ضربها ان لم تتبع اوامره، يعني تاخدي فوق دماغك وما تقدريش تفتحي بقك. الرسول قال ان ما كانش ده حرام كانت سجدت لجوزها عبده. ملعونه ان وصلت شعرك او عملتي حواجبك، فانت ملعونه برضه. شفتي كم لعنه؟ كله لصالح الراجل يعني. زانيه اذا حطيتي عطر، لو حطيتي برفيوم وخرجتي وحد شم ريحتك فانت كده زانيه. زانيه ازاي؟ مش عارفه يعني انت كده، لانك خليتي العطر دخل مناخير الراجل، ياه، فانت كده بقيتي زانيه. الله عليكم. خاب قوم ولوا امرهم لامراه، يعني كل القوم الالمان والانجليز واللي مدام القائد بتاعهم واحده ست خابه. كل الوحدات جوائز نوبل والتقدم التكنولوجي ولا التقدم العلمي والطبي كل القوم اللي تحت رئاسه هذه المراه اللي نالت جائزه نوبل لتقدمها العلمي كلهم خايبين. تسجن في بيتها اذا طلقت او جوزها مات، تبقي حبيسه البيت، لانك في وجهه نظر المجتمع الذكوري انت بقيتي حاجه منبوذه فلازم تقعدي في البيت. شهادتها وميراثها وديتها نص الراجل، يعني حتى لو اتقتلتي وعايزين يدفعوا الديه بتاعتك فيدفعوا لك النص لانك مش زي الرجل. شهادتك نص الراجل، ميراثك نص الراجل. شفت انت مكانتك عنده شكلها ايه عند الراجل؟ يعني عندما تحيض فهي نجسه، لا تلمس المصحف ولا تصلي ولا تدخل الحرم. مكانتك رائعه بصراحه، بصراحه مكانتك يكفي جدا ان انت تشبهتي بالكلب والحمار. الكلب اوفى بكتير جدا من الانسان في بعض الحالات، لكن يكفي ان انت تشبهتي بالنجاسه واللعنه والحاجات كتير قوي. ده بالنسبه للسته الغير محجبه يا عيني. طيب ندخل بقى في موضوع حلقه النهارده، ده رد على الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات. نعزي مصنا الحبيبه بجد، لان في ناس كده ما ينفعش ان احنا نفوتها، ولكن للاسف للاسف مصنا الحبيبه فوتت هذا الشخص، وكان المفروض يتعمل له جنازة عسكرية، كان المفروض يتقام بيه الواجب الوطني بحق. هذا اللواء علي عثمان علي مات من غير ما حد يعرف، وما تعملتلوش جنازة زي ما بقول لحضراتكم. اللواء علي عثمان ده هو اللي عمل عملية إيلات، ضرب ميناء إيلات في إسرائيل. هو من مواليد 16 مايو 1940، وحكون أنا الصوت اللي يوصل للعالم عشان خاطر مش هننساه. إذا كانت الدولة نسيته وما قامتش بالواجب اللي المفروض تقوم بيه، نكون صوت إحنا نعوض هذا الشخص اللي تعب جدا في جيشنا عشان يدمر حاجة في عدونا اللي احتل سيناء. أنا بتكلم على الاحتلال الأرضي مش على أي شيء تاني. من مواليد 16 مايو 1940، تخرج من المدرسة العسكرية الثانوية العسكرية، دخل الكلية الحربية، التحق بسلاح الصعقة، اشترك في حرب اليمن، وفي 67 نفذ عمليات فدائية في حرب الاستنزاف كتيرة جدا. اشتغل او تحول لمدرسة الصعقة، بقى يدرس في مدرسة الصعقة، منح جوائز كتيرة جدا، منها نجمة سيناء العسكرية اللي ادها له السادات، نوط الواجب الوطني من الدرجة الأولى، كان قائد عمليتي تدمير المدمرتين بات شفيع وبات يام الإسرائيليتين، وقائد عملية ضرب ميناء إيلات وتفجير محطات الكهرباء ومصنع نحاس وتفجيرات كتيرة جدا داخل إسرائيل. هو اللي كان القائد بتاع هذه العمليات. حصل على نوط حسن الأداء أو حسن أداء الواجب سنة 64، نقطة الشجاعة عام 70، ترقية استثنائية في عام 71،
وسام النجمة العسكرية عام 71، نقط الشجاعة للمرة الثانية من الدرجة الأولى عام 74، ميدالية الخدمة العسكرية الطويلة عام 85، رحل في صمت الأربع اللي فات مش امبارح عن عمر 82 سنة، ولم تقام له عملية، قصدي جنازة عسكرية. السؤال اللي ورد في ذهني بعد ما قريت كل الكلام عنه، يا ترى ما تعملتلهوش جنازة عسكرية حفاظا على مشاعر إسرائيل؟ عشان هو اللي أذى إسرائيل جدا، بالرغم ان احنا في معاهدات بيننا وبينهم. رجل عسكري بهذه القامة ما تتعملهوش جنازة عسكرية؟ ده يعني شيء أعتبره شيء وحش جدا في حق مصرنا الحبيبة، شيء وحش جدا، لأن بهذه الأوسمة وهذه البطولات اللي عملها كان لازم تتعمل له جنازة عسكرية. يا ترى إحنا بس نرد على إسرائيل في محفل رياضي وإن اللاعب ما يسلمش على اللاعب عشان خاطر إسرائيل دي العدوة؟ طب نقول على القدس رايحين شهداء بالملايين عشان خاطر بس نعادي اسرائيل؟ ده مش نوع من العداء لاسرائيل؟ او يعني جبر خاطرها يعني؟ بالنسبه لنا احنا عداء. ليه؟ لانك واحد من ولاد بلدك انت ما اديتهوش حقه، انا شايفاها كده، من اجل خاطر اسرائيل. ده مش أنا لما كنت بمجد وبعظم في اللي بتعمله إسرائيل في الحق حق، لما هي تعمل حاجة كويسة أقول آه كويسة، زي البنات المحجبات اللي في الجيش وفي المطافي وفي الإسعاف، ومديهم كل حقهم، وكيلة نيابة محجبة مديهم كل حقهم، لكن ده كان لازم ياخد حقه هو كمان. يعني في كلا الحالتين أنا أقول الحق وما يهمنيش اللي يتقال ايه. ده بالنسبة لهذه الشخصية، هذا اللواء. ان كان الاعلام حتى المصري تجاهل خبر وفاته، محدش اتكلم عنه حتى في الاعلام المصري. ده مش حلو ان احنا نعمل كده، مش حلو خالص. رجالنا لازم يكرموا بكل الاوسمة، وتتأملوا جنازة عسكرية ويتعرض فيها الأوسمة زي أي واحد اتعملت له جنازة عسكرية. ده مش أقل من مبارك. كمان مرة نعزي الداخلية في ولادها وولادنا اللي استشهدوا في حادث هروب بعض المساجين من طرة. للأسف أربع مساجين محكوم عليهم بالإعدام، ودول الصور اللي حضراتكم شايفينها، دول رجال الشرطة اللي استشهدوا، العقيد عمرو الأولاني والتاني رائد، وده يعني رجل أمن اللي هو التالت أبو نضارة، ده رجل أمن. التلاتة استشهدوا، وفي ضابط كمان ومجند في مصابين في المستشفى. ربنا يشفيهم يا رب، واللي استشهدوا هم عند ربهم، ربنا يرحمكم. لازم الدم المصري بيدفع في سبيل دولتنا الجميلة مصر. المهم الحلوين دول الأربعة عاملين كتائب اسمها كتائب الشريعة، فجروا قتلوا عملوا لكن اهم ما في الموضوع ان الاربعه المحكوم عليهم بالاعدام، اجمل ما فيهم انهم يعني سمعوا الوعظات او سمعوا خطب الجمعه في جامع في الشرقيه. هم الرئيس بتاعهم او القائد بتاع هذه الكتيبه او هذه العصابه الارهابيه، القائد بتاعهم من الشرقية اللي هو اسمه عبد الله، السيد عبد الله محمد. أهم ما في الموضوع واللي واقفة عنده جدا، هنشوف الكلام
باقي الخبر ده الحاج عمرو لقى مصرعه في محاولة هروبه من سجن ترى التاريخ الأسود للإرهابي أبو عمر، ده النيك نيم بتاعه، اسمه السيد عطلة عطلة أو السيد عطلة السيد عطلة محمد، ده من الشرقية. شوفوا الكلام لأن في كلام خطير جدا في الكلام المكتوب ده، أسفر عن استشهاد ضابطين وفرض شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم الأسامي مش مهم، الأربعة هم اسمها إيه بقى الإعلامية، القضية اسمها إعلاميا أنصار الشريعة اللي بيتزعمها السيد عطلة محمد وعمار الشحات محمد وحسن زكريا. المهم 23 واحد متهم في القضية دي، القضية معروفة إعلاميا بكتاب أنصار الشريعة، اختاروا الاسم ده عشان يبقى شامل لكل الدول العربية، لأن ليبيا فيها أنصار شريعة، العراق فيها أنصار شريعة، سوريا فيها، فهو المهم اختاروا الاسم عشان يشمل الكل. قضت المحكمة بإعدامهم حيث لم يهتدي بهدى القرآن الكريم. طب القاضي اللي قال، على فكرة ده كلام القاضي، قال كده لم يهتدي بهدى القرآن الكريم. هو هدى القرآن يا حاج القاضي هو جايب اللي هو عمله ده منين؟ جايبه من التوراة ولا من كتاب بوذا؟ لما حضرتك تقول ان هو لم يهتدي بهدى القرآن، امال اهتدى بهدى ايه؟ الأهم ان السيد عبد الله كان شغال في الأزهر، الله عليكم، ومن حفظة القرآن، ده جميل جميل جدا، يعني شغال في الأزهر وحافظ القرآن و لم كل ده ولم يهتدي بالقرآن، امال اهتدى بإيه؟ المهم أخذ الفكر المتشدد المتمثل في إيه؟ تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، يعني مش عاجبه الحكام لأنهم ما بيحكموش بالشريعة. المتهم بدأ طريق، من هنا بقى الكلام المهم، المتهم بدأ طريق التطرف بحضور الدروس التي تحث على الجهاد. الجهاد ده فين يا حاج قاضي؟ الجهاد ده فين؟ في كتب القرآن، في كتاب القرآن وكتب الأحاديث، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ترهبون إرهابيين ها؟ وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج. طب انتوا كنتوا فين من المساجد اللي بتنتهج الدروس اللي بتحث على الجهاد؟ كنتوا فين يا دولة؟ وعارفينها بالاسم، ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية بمحافظة الشرقية. الجامع ده يتبع للأزهر، يتبع لوزارة الأوقاف، يتبع لدار الإفتاء، ولا ما يتبعش؟ جامع نداء الحسينية ده، نداء الحق، يتبع لكم ولا ده زاوية من اللي معمولة تحت السلم؟ أكيد أكيد يتبع لجامع للأزهر وللأوقاف بالتأكيد. طب انتوا سايبين اللي بيحفظوا أو اللي بيتكلموا في هذا الجامع اللي بيحرضوا على الجهاد سايبينهم ليه؟ لغاية ما يفرخ لنا مجموعة إرهابيين 23 واحد، ده غير اللي ما اتقبضش عليهم، ده دول اللي اتقبض عليهم 23 واحد اللي هم أفكارهم قال إيه تحولت للتشدد. يا سلام. واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مين بقى؟ مديان إبراهيم محمد حسنين، ده واحد من المقبوض عليه، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه. حتى اعتنق دي يعني أخذ مدة بيسمع وبيلقن، يعني مش في يوم وليلة بقى متشدد، ده بقاله شهور أو سنين بيسمع هذه الخطب وانتم مغمضين العين والأزهر واقف يتفرج على هذه المفرخة، بالظبط زي ما تفتح بلاعة، افتح باكابورت يطلع ايه؟ هيطلع لنا برفان وهيطلع لنا زهور منها جميله، ولا هيطلع حشرات من البلاعه؟ اهم هذه الحشرات طالعه منين؟
وترجعوا تقولوا لا 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 مش مننا، استمع إلى الدروس اللي بيديها ميديان ده، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية اللي بتكفر الحاكم وشرعيته والخروج عليه. وتكفير العاملين هو ده كمان المهم، العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، يعني أي واحد يتقتل من القوات المسلحة والشرطة تعرفوا من هذه المفخخ بتاعت هؤلاء الإرهابيين. ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية. الله عليكم، دولة إسلامية، الله، عايزين أكتر من كده جمال؟ واعتبار القوانين الوضعية كافرة، يعني لما بيقف في إشارة مرور هو وقف عند القانون اللي حطه الدولة اللي بيقولك ما تعديش الشارع، فكده بقى قانون كافر. تخالف الشريعة الإسلامية والاحتكام إليها يعتبر احتكاما إلى الطاغوت. الطاغوت ده طبعا اللفظ ده سمعتوه مليون مرة من سيد قطب والبنا وكل الجماعات الإرهابية وداعش وبيت النصرة وال 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 كله كلمة الطاغوت دي عندهم. السؤال، الحلوين دول في الفترة اللي تلقنوا فيها هذه الدروس لغاية ما اتقبض عليها، كام واحد في القوات المسلحة والشرطة اتقتل؟ يا ترى دمهم في رقبة مين؟ في رقبة الأزهر اللي عارف ان في جامع بيتكلم وبيحرض على الجهاد وبيعمل افكار تكفيرية وسيبهم، على الشرطة اللي ما اخدتش موقف حاسم واغلقت هذه الجوامع، وعلى طول يتقبض على اللي بيدوا هذه الوعظ او الوعظات او هذا التحريض، يتقبض عليهم فورا، مش تستنوهم لغاية ما يلقنوهم الدروس ويحفظوهم ويحرضوهم على الجهاد وينشروا أفكارهم. ده هم في الأول اتكونوا مجموعة صغيرة. في بقية الحوار لو تقروا بقية المقالة تعرفوا أنهم انتشروا في جميع محافظات الجمهورية وجابوا ناس من أسوان ومش عارفة منين ومنين. الاتصالات والتكوين ده كله كنتوا فين؟ وبعدين في الآخر القاضي يقول لك لم يهتدي بهدى القرآن. وبعدين طبعا لأنه قتل عن عمد، لأن مكتوب طبعا في الجرائم اللي قتلها أنه قتل رجال، وهو نفسه اعترف قتل رجال شرطة وجيش، فبالتالي ده عن عمد، القاضي اعتبره أنه عن عمد، يبقى ياخد إعدام. برضو السؤال، أي واحد واخد إعدام وتم التصديق على إعدامه، ليه بتقعده فترة طويلة لغاية ما يحاول يهرب؟ وبعدين مين اللي يدفع الثمن؟ شبابنا الضباط والجيش أو المجندين، مين اللي دفع الثمن؟ الفترة ما بين ما اتحكم عليه والمحكمة، محكمة النقض أيدت الحكم، لو تشوفوا الفترة تقولوا كان لازم يتعدم تاني يوم، ما خلاص المحكمة النقض أيدت، في ايه تاني؟ مستنيين ايه على اعدامهم؟ مستنيين انهم يحاولوا يهربوا وبالتالي يقتلوا الضباط والمجند. هو ده اللي انتوا عملتوه. يبقى الصح مين والغلط مين؟ الدم ده في رقبة مين؟ في رقبتكم. بس اللي بعده، نشوف اللي بعده. منظمات حقوق المرأة وحقوق الطفل اللي شغالين ومرتبات ومكاتب وإدارات مفتوحة وشغالة وكل حاجة، يا ترى انتوا بتنسوا ان المفروض اللي تقوموا بيه، ولا هو اسم بس ان احنا عندنا المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة، ومش عارفة ايه، وتابع للأمم المتحدة، وتابع منظمات دولية، وتابع مش عارفة ايه، وما حلك سر. تعالوا شوفوا أول صورة للطفلة دي. أنا ليه بقول الكلام ده؟ الطفلة الصغيرة اسمها كنزي، شايفينها؟ دي أول امبارح أو يوم 21 من 30. دي بتروح في حضانة في العاشر من رمضان زي ما حضراتكم شايفينها دي.
وهتشوفوا بقية الكلام لأن الكلام مهم جدا برضو بتاعها. الطفلة معلش بعد إذنك الصورة تاني بتاعتها، الطفلة عندها سنتين، باباها في الفيديو بيقولوا 10 شهور والخبر بيقولوا شهر، whatever، سنتين ونص. ايه المثير فيها عشان اهلها يلتموها بالشكل ده؟ ايه اللي يخلي واحد متخلف عقليا المفروض يتحط في مستشفى امراض عقليه يشتهي طفله زي دي؟ مش دي حقوق الطفوله يا بتوع الطفوله؟ ايه اللي يخليها يعني دي المفروض تحاكم اسره الطفله دي؟ المفروض لو فعلا دوله مدنيه اسرتها تحاكم. يودوها طبعا. هي ليه عاملينها كده؟ لان الحضانه اللي بتروحها، نشوف بقيه الخبر، الحضانه اكد محمد ابو العينين والد الطفله كنزي البالغه من العمر سنتين وشهر واحد. الحضانه اسمها ايه؟ حضانه التوحيد التابعه لجمعيه النور او حاجه كده، تابع الانوار المحمديه. حضانه اسمها حضانه التوحيد التابعه لجمعيه الانوار المحمديه. طبعا لما تكون حضانه اسلاميه يبقى غصب عن عين الاهالي كل اطفالهم لازم البنات تيجي محجبات بالشكل ده. حرام ولا حلال؟ المهم البنت كانت في الحضانه والمسؤولين عن الحضانه سابوا الباب مفتوح، البنت خرجت قعدت ما قالوش هي راحت فين ولا جت منين، لكن الشرطه رجعتها. انا مش بتكلم على اهمال الموظفه اللي سابت الباب مفتوح، ولا بتكلم على نشكر الشرطه طبعا انها رجعت الطفل، بس برضو برجع اقول لكم الشرطه في اوقات معينه لما تحب ترجع حد بترجعه، لما تحب ما ترجعش حد ما بترجعهوش. طبعا كلامي واضح ومفهوم بقصد ايه. انا بتكلم في موضوع كنزي دي انها طفلة صغيرة بريئة ألتمها بالشكل ده وهي لسه براءة الأطفال، تلعب تجري تتحرك تعمل. هل الحجاب ده مديها الحرية كطفلة إنها تعمل اللي هي عايز تعمله؟ هل مش قادرين أنتوا فعلا تفكروا ولو ثواني مين المتخلف عقليا اللي يشتهي طفلة عشان يبص لشعرها؟ فانا لازم احط لها حجاب عشان المتخلف العقلي ما يبصش لشعرها ويشتهيها؟ بس طبعا القدوه اشتهى طفله في بترضع، كانت اصغر من كده، وقال لو كبرت وانا عايش هتجوزها. فطبيعي في شهوه اهو، في شهوه، لو كبرت هتجوزها لانها جميله يا عيني. الدايبر اللي طبعا ما كانش فيه دايبر من 1400 سنه، الدايبر اللي كانت لابساه هو اللي خلاه يشتهيها. دي كنزي. الجميل بقى نشوف صورة السيدة مايا مرسي. مايا مرسي دي زي ما حضراتكم شايفينها دي رئيسة المجلس القومي للمرأة. رئيسة المجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة برضو كالعادة عنصري، بيميز ما بين المرأة في كل حالة. والصرخة ليكي يا حاجة مايا انك لازم ما تفرقيش ما بين امرأة وامرأة. المرأة هي المرأة، ولا دي امرأة حاجة ودي امرأة عند سعادتك حاجة تانية. اوريكم انا بقصد ايه. ارسلوا مندوبة من المجلس القومي للمرأة الى السيدة صفية اللي الدنيا كلها عرفت حكايتها خلاص واتكلمنا فيها، اللي هي سيدة القطار كما يسموها. والمجلس القومي للمرأة بيزور السيدة وبيعرض عليها أو قرر من ضمن جملة علي بابا ولا 40 حرامي تعينها في فرع الغربية عشان تبقى عضوة في المجلس القومي للمرأة. بمناسبة سيدة القطار، أنا كتبت سؤال على الفيسبوك. الجندي كان معاه فلوس، والجندي العسكري لما بيجي ياخد تصريح
خروج اجازه، بيدوله مع التصريح استماره اللي هي بيركب بيها القطر. السواق والكمساري في القطر طلبوا منه الاستماره، طلع ما معهوش. هفترض حسن النيه ان هو نسي ياخدها او ما ادهالاش او اي سبب، فالمهم ما معهوش استماره ركوب القطر. معاه فلوس برضه، هفترض حسن النيه انه مش عايز يفرط في الفلوس اللي معاه عشان خاطر في حاجات تانية، في مواصلات تانية، هيركب ميكروباص، هيركب توك توك، اي حاجة، حسن النية. بس هو معاه فلوس. والست الجميلة صفية ما رضيتش انها تخليه ينزل ودفعت له. بس هو كان نازل وكان رايح للشرطة. السؤال اللي بيدور في دماغي، لو هو نزل وراح للشرطة، الكمساري وسواق القطر هيسلموه للشرطة، القطر واقف مستني، فلازم يسلموه ويمشوا يرجعوا لشغلهم. الكمساري يرجع كمساري وسواق القطر يرجع، مين اللي هيفضل؟ العسكري هيفضل مع الشرطة عشان يسألوه انت ما بتدفعش ليه؟ فين الاستمارة؟ ما معكش فلوس؟ وهكذا. اذا القطر هيمشي وهو مش فيه، يبقى هو خسر نص يوم مثلا، مثلا نص يوم من اجازته. ليه؟ لانه هيستنى القطر اللي بعده عشان يروح المكان اللي هو رايحه. خسر نص يوم بالرغم انه معاه فلوس. برضو قلت حسن النية. تفتكروا ليه الفيلم اللي حصل ده كله؟ ليه؟ ليه ما دفعش فلوس من اول مره؟ لما لقى الموقف هيتأزم قوي كده، وبالرغم ان هو دفعهم خلاص دفعهم، لكن لقى الموقف هيتأزم قوي، ولقى نفسه هينزل للشرطه، ولقى نفسه الراجل بقلة ادبه وطريقه كلامه معاه كان صان كرامته، ودفع الفلوس وبعديها لما ينزل يحلها ربنا. لكن تفتكروا اللي حصل ده كله ليه؟ انا عن نفسي عندي الاجابه، وده تخيلي، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. خدتوا بالكم في الفترة الأخيرة إن في هجوم جامد جدا على الدولة في مواضيع معينة اللي هي التصالح وهدم البيوت وي 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 حاجات كتيرة والغلا، ويعني هجموا الدولة وحكومة الدولة والرئيس بسبب موضوع هدم البيوت والتصالح. أمتص غضب الناس وامتص اللي هم الهجوم اللي عليا، اقوم اعمل حاجه تشد انتباههم من هنا تحطهم هنا عشان يبطلوا الهجوم على موضوع التصالح او الفلوس اللي بتدفع والناس اللي ما معهاش والبيوت اللي اتهدت. لا، نشد الانتباه. لكن الاهم، ده تخيل، ايه الاهم؟ كل واحد من أجهزة الدولة كان بيتصارع بيتسابق إن يعمل عمل للسيدة صفية، بالرغم إن إحنا قلنا وقلت الأسبوع اللي فات إن هو عمل واجب عادي جدا، أي حد عادي جدا. يا ترى كل اللي قاعدين في العربية ما فهمش حد كان يقدر يدفع غير السيدة صفية؟ هل كل دول معادين للشرطة؟ للجيش سوري. هل كل دول اخوان اللي كانوا قاعدين في العربيه؟ هل كل دول بالنسبه لهم الحدث وانا مالي؟ هل كل دول رضيوا باهانه المجند؟ اشمعنى صفيه اللي اتحركت؟ واشمعنى ما حدش منهم الباقي اتحرك؟ على فكره انا لسه متفرجه على الفيديو قبل الصبح، يعني بالنسبه لي من قوله من 4 5 ساعات اتفرجت عليه تاني ودققت فيه جو جامد جدا. لقيت حاجة غريبة، القطر معروف ان فيه طرقة في النص وفيه صفوف الناحية دي وصفوف الناحية دي. العسكري قاعد اول واحد على الكنبة اللي بتاخد كرسيين، فهو اول واحد هنا. اللي كان بيصور هو اللي هنا، هو اللي جنبه، لان الكاميرا كانت جايباه قريبة منه جدا. ولما
راح ناحيه الست عشان يديها الفلوس، الكاميرا اتحركت معاه و و و يعني لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو تاني هتفهموا ان اللي قاعد ده هو المتعمد التصوير. كان ممكن اي واحد بعيد شايف اللي بيحصل كان صور، لكن اللي قاعد جنبه على طول اللي لازق كتفه في كتفه هو اللي كان بيصور. نخرج من الموضوع ده. الحاجة مايا مرسي لما بعت المندوبة لتكريم سيدة القطار الحاجة الأمورة دي، ما بعتهاش لسيدة الكرم ليه؟ عشان تاخد بخاطرها لما حصل اللي حصل. ما رحتيش سعادتك ليه؟ أنهي فيهم اللي المفروض تقفي جنبها؟ واحدة أهينت وتعرت، واحدة عملت واجب عادي خالص، مين فيهم اللي المفروض تقفي جنبها وتأذريها والمجلس فعلا ينصفها في كل شيء؟ المفروض ان المجلس القومي للمرأة كان قوم لها مجموعة محامين مش محامي واحد، كان اخذ القضية على عاتقه ان لازم يجيب حق الست دي. مش انت بتتكلمي او كل شغلك في حياة المرأة؟ انت مخصوص شغلتك وظيفتك للمرأة. دي من 4 سنين ما كلفتيش خاطرك انك تروحي لها؟ بوكيه الورد اللي كان مع السيدة صفية ده لو كنت خدتيه ورحت لها، وحقك علينا يا امي، احنا اسفين نيابة عن كل ستات العالم، انت حطيتي الطرح على رجالة المنيا على قرية الكرم، لبستيهم طرح الرجالة وتاخدي بخاطرها. ما عملتيش كده ليه؟ ليه عندك تفرقة بين المرأة والمرأة؟ ولا عشان شفتي كل مؤسسات الدولة بتتهافت وبتتصارع عشان تكرم الست دي؟ لا، ده أنا المخصوص المسؤول عن المرأة، يبقى أنا لازم يكون لي دور أنا كمان. عملت واجبك ناحية سيدة الكرم؟ قمت بواجبك ناحيتها؟ عملت الدور اللي عليكي؟ ما عملتيش ليه؟ ما عملتيش ليه؟ يا ترى في قوانين المجلس القومي للمرأة مكتوب لو الست مسيحية ما تروحيش ولو الست مسلمة روحي؟ مكتوب كده؟ مكتوب لو الست عملت عمل خير أقف جنبها، ولو الست اضطهدت واتبهدلت واتعرت واتذلت واتسحلت في القرية ما اقفش جنبها؟ ده ايه اللي انتوا فيه ده؟ ده بجد يعني ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه الاحساس الميت ده؟ بس بجد عايزه اقول لك حاجه، كله سلف ودين، واوعي اوعي تنسي ان كله هيترد سواء في الارض او في السماء. كل واحد وقف جنب السيدة صفية على عيني وراسي، لكن كل واحد ما وقفش جنب سيدة الكرم اخص عليكم مليون مرة. في صورة انتشرت على كل مواقع التواصل ووصلتني من ناس كتير، الصورة دي على ان المفوضية الدولية في الأمم المتحدة منحت السيدة سعاد ثابت سيدة الكرم إنها تكون سفيرة النوايا الحسنة والسلام. المفروض إن الشهادة صحيحة، بس الجميل أو المفاجأة اللي فيها وكل الناس اللي بتنشرها دلوقتي، خدوا بالكم أنا حاطة دايرة على كلمة أصدقاء، يعني دي مش بتاعة الأمم المتحدة، دي منظمة غير قابلة للربح، نون بروفيت، هي اللي عاملة الاسم ده، وهي اللي عاملة المنظمة دي، وهي اللي عملت الشهادة دي تهني أو يعني تكرم سيدة الكرم. يعني دي مش الأمم المتحدة. وكمان حسبت لكم بالدليل، أنا عاملة لكم الدايرة على كلمة أصدقاء، مكتوبة اهي المفوضية الدولية لا أصدقاء الأمم المتحدة. أنا يمكن شوية دقيقة في الحاجات دي قبل ما أنشرها أو قبل ما أتكلم فيها.
شوفوا الخبر اللي بعدها عشان خاطر تعرفوا. دي البوابة نيوز من 2017 الشهادة دي، بس هي للأسف برضو تبع الموجة، كاتبين الأمم المتحدة مش أصدقاء الأمم المتحدة، تمنح سيدة الكرم لقب سفيرة النوايا الحسنة من 9/18/2017. يعني الموضوع مش جديد، الموضوع من 2017، الموضوع ما هواش من الأمم المتحدة نفسها بل من منظمة يعني أصحاب، يعني الناس هي اللي عاملاها مش الأمم المتحدة. خلاص. سيدة القطار أخدت ما أخدته، ربنا يعوضها، مش هقول أي كلمة عليها خالص، سيدة طيبة وكويسة وعملت الواجب اللي عليها كأي أم زي ما قلنا قبل كده، لكن للأسف هو صحيح غلطان ويستاهل دق فوق دماغه اللي هو سائق القطار، صحيح أهان الجندي ونشلك النجوم وتريقة واستهزاء وكلام فارغ. اسمعوه بقى دلوقتي بعد ما الدق فوق دماغه واتخصم لي من مرتبه واتحول اسمها الجرارات اللي هي بتاعت البضائع، يعني اتنقل من مكانه وراح لوظيفة أوحش مليون مرة من اللي كان فيها. شوفوا الفيديو بتاعه. جه رسالة ايه وايه اللي حصل؟ عايزة اعرف من حضرتك ايه الواقع بالظبط، عشان انا في قولان وانت اتهاجمت كتير وعايزة اشوف ايه الحقيقة. توجه حضرتك رقم واحد للمجند اللي انا اخطأت في حقه، رقم اتنين طبعا لهيئة المؤسسات العسكرية تمام بأكملها، السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير النقل، بقدم اعتذار يعني اعتذار كبير جدا طبعا، وعمرها طبعا ما هتتكرر تاني تمام، وديت يعني غلطة مش هتتكرر، وللست طبعا اللي دفعت الفلوس الست ديت طبعا وقتنا وشاف فوق يعني فوق راسنا، واعتذار لكافة المؤسسات العسكرية بجميع الرتب بتاعتها بالمجندين وكافة السيد وزير الحربية تمام. السيد وزير الحربية ايوه انا امك يعني ده اسف اسف واعتذار، يعني مش ممكن طبعا يعني غلطه زي دي انها تتكرر تاني. تمام. ندم طبعا وكل يعني وكل ندم طبعا واسف. ابني من ابنائي. ده طبعا ابني من ابنائي. ده ابني من ابنائي وانا يعني ده ابن الرابع ليا. صحيح. وانا ما كنتش ان انا اقصد اي حاجه خالص. مثلا يعني خارج عن الإرادة طبعا، ونقدر نقول ضغط عمل وزلة لسان. قرر أتكلم معاك اللي حصل بالظبط، وإن هو مثلا يكون ضغط عمل زي ما أنت قلت كده، بالنسبة للوضع نفسه هو ما غلطش معاك في حاجة، لأن أنا بتكلم بلسان المواطن زي ما احنا شفنا في الفيديو المتشير. طبعا طبعا هو كان راجل كويس ومحترم، وإن هو ما غلطش معاك في حاجة أو كده. وأنا في يوم طبعا كنت في الجيش زيه بالظبط، وخادم جيش خادم جيش قبل منه بحوالي 28 سنة. تمام. كنت في سلاح الدفاع الجوي، ودوت يعني ابن من أبنائي. كنت فين في الدفاع الجوي؟ كنت طبعا مركز تدريب في اسكندريه ودهشور وبعدين في السويس. 400 اللواء 104 دفاع جوي كاتبه 831. فده طبعا يعني اعتذار لابني وكافة المؤسسات العسكرية ولسيد وزير النقل، وطبعا والدنا طبعا رقم واحد يعني سيادة الرئيس. ايه ردك في العقوبة اللي نزلت عليك؟ والله انا برجوه ان انا يعني مش حمل خصم جنيه واحد، ودي غلطة. أيوة. دي غلطة طبعا مش هتتكرر. زي ما احنا بنقول، شفتوا اللي بيمليه
يعني هو ما بيقولش الكلام من تلقاء نفسه او بيعبر على اللي جواه في داخله، لكن واحد جنبه عمال يمليه كلمه كلمه هو يقولها يقول ايه. لكن المهم انه طبعا اعتذر وزي ابني. طب قبلها ما كانش زي ابنك لما كنت عمال تهينه، وقبلها لما يعني عمال تجره ونزل لك الدبابير ومش عارف ايه ما كانش ابنك؟ عموما ربنا يسامحك على إهانة الولد، وربنا يساعدك على الجزاء اللي انت اخدته، فاعتقد ان انت اخدت جزائك. يعني من فضلكم اللي على الفيسبوك، من فضلكم كمان مرة مالكوش دعوة بالحاج عبد العالي وما تردوش عليه، ولا الحاج عمر لو اي حد بيتكلم، قلتلكم 100 مرة هو بيشتتكم عن الحلقة، 100 مرة هو هدفه ان هو يشتتكم عن الحلقة. اشكرك جدا يا حاج عبد العالي على الاهانه وعلى الشتيمه، اشكرك جدا. مش مستنيه رايك ان انا محترمه او مش محترمه، انا عارفه ان شكلي ايه، وعارفه انا محترمه ولا مش محترمه، وكل حاجه قلتها من كتابك. اللي مش محترم هو اللي يقول على الكتاب المقدس الكتاب المكدس، فهو ده اللي مش محترم لانه ما احترمش الاخرين. فانت ازاي بتطالب بالاحترام وانت اصلا مش بتحترم غيرك؟ عموما من فضلكم كمان مرة ما حدش يرد على أي حاجة يقولها، أرجوكم خليكم معايا واسمعوا اللي بيحصل، لأن عندي مفاجأة ليكم كمان شوية. قبل ما أبدأ في الحاجة اللي جاية، عايزة أقول لحضراتكم لكل اللي في الخارج واللي في الداخل بخصوص مجلس النواب اللي هيتم فتح الترشيح، او تم خلاص فتح الترشيح ليه، وهيتعمل انتخابات مجلس نواب مرة تانية. فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من 17 سبتمبر، تم فتح باب الترشح من يوم 17 حتى يوم 26 بعد بكرة، من 9 صباحا وحتى 5 مساء، ما عدا اليوم الاخير هيبقى حتى الساعة 2 الظهر في مقر المصريون. ركزوا يا اللي في الخارج، المصريون المقيمون بالخارج هتتسجل بياناتهم هيسجلوا بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة، هيئة الانتخابات، خلال الفترة من يوم الحد 27 الحد الجاي حتى يوم 10 اكتوبر، لغاية يوم السبت 10 اكتوبر. الانتخابات هتكون على مرحلتين، وكمان مرة بقول لكم أرجوكم ما تضيعوش أصواتكم. الانتخابات بالذات في مصر، في أمريكا، في الهند، في كوستاريكا، في أي دولة، الانتخابات مهمة جدا ليك ولولادك. ما ترجعش تصرخ من أي قانون يتحط أنت مش موافق عليه مدام ما أيدتش صوتك أو ما أدلتش بصوتك. خلاص، الانتخابات هتكون على مرحلتين، مرحلة تجري فيها الانتخابات في المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي الجيزة، الفيوم، المحافظات هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح. دي اللي هتبقى في المرحلة الأولى. الانتخابات على مرحلتين زي ما قلنا لحضراتكم. في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين اللي في الخارج يوم الأربع والخميس الموافق 21 و22 و23، أربع خميس جمعة 21 22 23 أكتوبر، ده التصويت للمصريين اللي في الخارج 21 22 23 أكتوبر. هتجرى الانتخابات في الداخل من 9 صباحا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لمصر، يوم السبت والحد 24 و25، يعني آخر يوم في العاملين المصريين بالخارج 23، يوم 24 اللي في الداخل، 3 أيام في الخارج، يومين في الداخل، 21 22 23
دول للمصريين بالخارج، 24 و25 للمصريين بالداخل، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصى يوم الحد الموافق 1 نوفمبر. جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والحد والاثنين يوم 21 و22 و23، ده لو في إعادة، طبعا أكيد بيبقى في إعادة. في الداخل يوم 23 و24، برضو تاني يوم من نوفمبر. تجري عملية الانتخابات في المرحلة الثانية في 13 محافظة. المرحلة الثانية مين هما؟ القاهرة القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. المرحلة الثانية هتكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج المرحلة الثانية، يعني أنا لو في القاهرة يبقى أنا في المرحلة الثانية مش في المرحلة الأولى، يبقى أنا هنتخب يوم 4 و5 و6 نوفمبر، وتجري الانتخابات للي في الداخل يوم 7 و8. محافظات، هي المرحلة الأولى معتمدة على 14 محافظة والمرحلة الثانية على المحافظات الثانية، فكل واحد انت تبع المرحلة الأولى حسب المحافظة، شوف المحافظة بتاعتك في الأولى ولا في الثانية. في الأولى يبقى هتنتخب الأيام اللي قلتها، في الثانية للأيام اللي قلتها. في حالة الإعادة في المرحلة الثانية يكون الاقتراع المصريين بالخارج يوم 5 6 7 ديسمبر، وتجري جولة الإعادة في الداخل يوم 7 و8 ديسمبر، وبرضو تعلن النتيجة يوم 14 ديسمبر حد أقصى. ده بالنسبة للانتخابات، وعلى فكرة موضوع مهم جدا جدا، موضوع الانتخابات والنواب. احنا بنصوت وبنقول النواب في حتة معينة ما بيقوموش بدورهم، يبقى ما انتخبش اللي ما اقدرش احكم ان هو يقدر يفيد البلد، ما يكونش بيجري على الانتخابات عشان خاطر مصالح شخصية وابقى عضو مجلس النواب ومكافآت وحوافز ورايح جاي للمجلس وجاي من المجلس وخلاص، ما بيفيدنيش في حاجة، ما بيعملش لصالح المواطن اللي انتخبه. دوروا على اللي هيعمل لصالحكم وانتخبوه، اللي مش هيعمل لصالحك ما تنتخبهوش، حتى لو قالوا لك هو هيجيب لك من السما حتة، بيبقى كذاب وما بيعملش اي حاجة غير مصلحته الشخصية. يروح يدور على الوزير في المجلس يقول له مدي لي دي تعيين فلان وعلان ومصالح اهل الناس اللي انتخبوه، ولا بيسأل فيه. عشان كده وصلتني ان رامي كامل المحامي قدم، هو بيقول ان هو قدم لترشيح رامي كامل لمجلس النواب علشان خاطر يرشحه بالرغم ان هو في السجن. سألت اكتر من محامي عشان اكون امينة في الكلام، هل ده ينفع؟ اللي عرفته ان رامي مرشح او سوري موكل المحامي ان يقوم باجراءات الترشح. السؤال سألته لأكثر من محامي، هل يحق لرامي انه يرشح نفسه؟ قالوا لي ما ينفعش لانه قيد الحرية، مقيد الحرية. الاهم ان هو امن دولة، والاهم كمان ان هو حتى الان، ده المهم الحلو، انه حتى الان غير مدان ومفيش اي تهمة لجريمة معينة ضده. بس الغريبة، الغريبة جدا جدا، لما تلاقي المحامي بتاعه يقولك انا حتى الان لم استطع رؤية الملف بتاعه ولا تحقيقاته ولا اي حاجة. ازاي المحامي بتاعه حتى الان مش قادر يطلع على ملف القضية؟ وده اللي قلته في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها، ومع ذلك اخد توكيل ان هو يرشح رامي. طبعا لو فعلا الاجراءات زي ما هو بيقول ان من حق رامي يترشح، يبقى لازم باذن ربنا رامي ينجح، لازم رامي ينجح، عشان رامي هو صوت الحق، عشان رامي كلمته هي فعلا بيخدم اهل بلده،
وما بيفرقش ما بين مسيحي ومسلم، اعز اصدقائه مسلمين، ما بيفرقش. اذا هو فعلا خدوم، وخدوم يبقى يستحق فعلا ان يوصل مجلس النواب، هيقدر يجيب حق المظلوم، هيقدر يتكلم بلسان اهل دايرته، هيقدر يعمل حاجات كتيرة جدا لو فعلا الاجراء او القانون بيسمح انه يترشح. يا سلام، هيبقى يوم فرحة الدنيا انه فعلا يترشح وانه فعلا يخوض هذه الانتخابات، حتى لو كان في السجن، لو القانون بيديله الحق، حتى لو كان هيقود هذه الانتخابات وهو في السجن، يبقى لازم هنأيده، أهل دايرته لازم يأيدوه. ده بالنسبة لرامي. طيب عايزة أوريكم شوية حاجة كده، مفاجأة جميلة 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 خالص. الحاجة سارة علام اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات واللي قبله، يعني صوتنا اتنبح في الكلام عنها، بس أهم ما فيها مفاجآت النهاردة. وبجد أنا فوجئت إنها صحيح لما عرضت صورتها إنها بتقول صوتي هيبقى المرسي، كنت فاكرة إن هي مش عاجبها شفيق. ما هو المصيبة إن ما كانش فيه غير اتنين، يا منيل يا منيل بنيلة، فأنا مش عاجبني المنيل، هختار المنيل بنيلة عشان مش عاجبني ده مثلا، يعني ده لو في رأيها. شفيق حلو ومرسي احسن، بس انا ما بحبش شفيق كذا كذا، يبقى انا هختار مرسي. ده كان تخيلي. لكن المفاجاه النهارده حته حته هوريها لكم، مين هي ساره علام وايه موقفها من الانتخابات، وايه موقفها من 30/6، وايه موقفها من 25 يناير، ولا ماسبيرو، ولا الكنيسه، ولا الاساقفه. هتشوفوا كل الكلام ده بلسانها، او يعني بايديها، بخط ايديها، وكل واحده منهم بالتاريخ. تعالوا نشوف اول واحده. لا، اول واحده كانت في احداث ماسبيرو. اسماء بتقول لها غطيتي وقائع ماسبيرو برضو يا ساره، ولا ما كنتيش لسه مسكتي الملف القبطي؟ ساره ردت وقالت لها ايه، ما كنتش مسكتها بس نزلت برضو. ركزوا في الكلام قوي لان في بقيات لكلامها بعد كده، يعني نزلت غطت اللي حصل في ماسبيرو للشهداء الاقباط. اللي بعده، السؤال بعده، بتتريق بقى هنا حته تريق، بتقول ايه بعد جلسه الحوار الاثيوبي، سعاده بالغه لانتقادي الدائم للحكومة والمعارضة معا، لأنهما أثبتا للعالم أجمع أن مصر هبة بنت عمتي. بنت عمتي دي تريقة ولا مش تريقة على مصر؟ بدل ما تقول مصر هبة النيل، لا، بتقول مصر هبة بنت عمتي. اللي ولاء بترد عليها ما ذنب هبة بنت عمتك. المهم هنا واحد اسمه سيد محمود بيقول لها ايه، لا مش انقلاب على فكرة، دي ثورة شعبية قلبت، ثورة شعبية. هي بتقول له ايه، لا ده انقلاب، الجيش حبس الرئيس المنتخب بعد مظاهرات حاشدة، واستولى على السلطة بعد ان وضع طرطورا مدنيا في الاتحادية. الله على الادب. الله. هو بيرد عليها بعد كده بيقول لها يعني 25 يناير تعتبر انقلاب بقى. اللي بعده، ساره علام شلتوت، اليوم، ركزوا جدا في الكلمتين دول، اليوم تضع قواتنا المسلحه نفسها في اختيار صعب ما بين رغبه شعبيه كبيره لفض اعتصام رابعه، خدوا بالكم ده 31 يوليو سنه 13، يعني بعد 30/6 بشهر، بعد 30/6 بشهر. قواتنا المسلحة تضع نفسها في اختيار صعب ما بين رغبة شعبية كبيرة لفض اعتصام رابعة بأي تمن، وبين عقيدتها التي لا تقتل المدنيين إلا في حالات نادرة، ماسبيرو مثلا.
هي لسه في من شويه قايله انها نزلت غطت ماسبيرو، يعني هنا اعتراف منها رسمي ان القوات المسلحه هي اللي قتلت الشباب في ماسبيرو، اعتراف رسمي لانها نزلت غطت ماسبيرو، فهي شافت جنود القوات المسلحه. طبعا مجلس العار وقيادته هم اللي قتلوا ماسبيرو، هم اللي قتلوا في ماسبيرو. اللي بعدها بعد فض رابعة بقى بتقول ايه؟ دي بعد فض رابعة، وهو الحقيقة بتتكلم عن السيسي، وهو الحقيقة ولا عنده مخ ولا ضمير، وقتل 1500 بدم بارد، ودينا من يوم 30 يونيو بنعاني من سوء إدارته وغياب مخه، ومحدش يقول لي هو الرئيس، هو قاد حركة مسؤول عن نتائجها. فبيرد وفاء بترد عليها بتقول لها مين ال 1500 بتوع الدم البارد دي؟ هي بتقول ان هو قتل 1500، يعني بتحمل السيسي اللي اتقتلوا في رابعه. اللي بعده فته، هي ما بتقولش فتنه، فته دي ولا انقلاب يوم كام؟ 15 اكتوبر 2013. اذا هي بتؤكد ان اللي حصل انقلاب، يعني معترفة ان ده انقلاب، ده رأيها مش ثورة. اللي بعده دي سارة علام بتقول ايه؟ الجيش بيعمل مصانع في المدارس مش عارفة ايه، ومفيش دكر يجي يشرب الحكم. الله على الألفاظ الجميلة والتربية، ويحلي بعد كده كمان. مشروعات الجيش داخلية مستهترة، مش عاجبها ان الجيش بيعمل مشروعات وهيفتح مصانع النصر للسيارات وداخل في شكل مشاريع قوميه. بتقول انا موافقه انه يحكم، ياه بجد. اللي بعده هنا بقى ابتدت تكشف عن نفسها انها اخوانيه بالفعل. اللي كانوا بيعدوا الايام بعد فض رابعه كانوا هم الخونه. بعد 100 يوم حسبتها اهي، او عارفه ان مثلا النهارده عدى على فض رابعه 100 يوم. اي واحد مكسوف يوصفها بالمجزره او متواطئ مع نفسه اكيد محتاج علاج نفسي. المجزره لا يمكن ان توصف سوى بالمجزره، مهما اختلفت او اتفقت مع ضحاياها ستبقى مجزره. عدت الايام ومش عاجبها اللي حصل في رابعه. اللي بعده للخلف ضر، حرية الإعلام تعود لما قبل مبارك. منع باسم يوسف ثورة ولا انقلاب؟ هي بتسأل الناس برضو لسه، ما معناها يعني لسه عايزين تقولوا انها ثورة ولا ده انقلاب؟ الله عليك يا حاجة صار. اللي بعده خلاص عرفنا ان انت بقيتي مين، ورجعنا لاعتقال النشطاء وكأن انقلاب لم يحدث، وكأن انقلاب لم يحدث. اذا هي عارفة وبتؤكد فكرها انه انقلاب. في اخر الكلام هقول لكم حاجة جميلة عنها. يعني اللي بعده سارة علام شلتوت، في حاجات كده ما فيهاش فصال. بصوا الكلام ده، بصوا كويس قوي، في حاجة كده ما فيهاش فصال زي تفويض السيسي. من اول ما سمعت كلمة التفويض وقلت ده تفويض بالقتل ومستحيل أشارك فيه. دلوقتي اتضح أنه كان تفويض بقتل الإخوان وسحل الطلبة والقبض على النشطاء وتمرير الدستور. التفويض الكومبو. كلمة الكومبو دي برضو أنا يعني وقفت عندها شوية. لما بيبقى ساندويتش مثلا كذا حاجة، في مثلا 2 همبرجر وجبنة ومش عارف ايه، بيسموه كومبو، يعني كذا حاجة. فهي بتشبهه التفويض ده لأنه في كذا حاجة، في قتل وفي سحل وفي قبض على النشطاء وفي تمرير دستور، يبقى التفويض كومبو. جميل يا حاجة سارة، جميل. اللي بعده الألفاظ البذيئة، أنا مسميها الألفاظ البذيئة. امتحان تاريخ الثانوية العامة عام 2035، اختار ما بين الأقواس، الفريق السيسي إله، المحن، القمح،
التفويض عند قدماء المصريين، لان هيكون عدى طبعا فتره، ثم وضح بالدليل التاريخ التاريخي اسباب اجابتك. السيسي رئيسهم. فاكرين الشعار ده؟ الخونه كانوا دايما يرددوه، السيسي رئيسهم. كده وضحت الرؤيه، الله عليك. بس الالفاظ الجميله اللي انت متعلماها دي، دي مش الفاظ جامعه امريكيه ابدا ابدا. ايوه، يعني ده تمهيد للرئاسه عشان ما يبقاش الرئيس فريق اول، الرئيس المشير اشيك في عناوين الصحف، يسقط حكم العسكر. مين اللي كان بيقول الكلام ده؟ يسقط حكم العسكر. اكشفي كمان، اكشفي عن اللي جواكي وعن بلاويكي، اكشفي. اللي بعده، بصوا هي حاطه ايه؟ حاطه اليوم السابع خبر يعني. اللهم انا لا نسالك رد الانقلاب، اللهم انا لا نسالك رد الانقلاب ولكننا نسالك اللطف فيه. وحاطه المجلس الاعلى للقوات المسلحه كذا، طبعا يبحث كذا كذا. انقلاب، رد الانقلاب. اللي بعده، هي بتكلم واحد اسمه ابو مصطفى. فاكر يا ابو مصطفى لما كنت عندك وقلت لك المواطنين الشرفاء هيطالبوا السيسي بالترشح وهيوافق وقلت لي لا؟ قلت لك ده انقلاب وقعدنا نتناقش. الكلام ده كان في شهر 8. هي برضو مصره في كل كلامها انه انقلاب. الله الله، كملي كملي. مش ابو مصطفى بس، ده لسه اللي جاي. بعد بيان الجيش مباشره تسلم الايادي، ثم بدء التلفزيون المصري مبكرا جدا، يسقط حكم العسكر. ده في يناير 2014. على فكره انا عامله الحاجات البوستات بتاعتها دي بالترتيب الزمني، تعبت جدا صدقوني عشان ارتبهم ترتيب زمني زي ما هي كاتبه. اليزل الله يرحمه بقى في احتفال الجيش غير احد المطربين كلمه في تسلم الايادي واضاف اسم السيسي، فامر الفريق بتغييرها منعا للنفاق. يعني الفريق هو اللي غيرها اهو، يعني هو مش عايز حد يمدحه يا حاجه، على اساس ان تسلم الايادي ده الكليب الجديد لعايده الايوبي. الحقيني يا انشراح، شفتوا الاخلاق؟ طبعا معروفه كلمه الحقيني يا انشراح دي المقصود بها ايه، لكن تريقه واستهزاء برضه. بصوا الكلام هنا، عن ترشح السيسي، ماذا يعني تفويض الاعلى للقوات المسلحه المشير السيسي للترشح؟ يعني هي بتعرف الناس بقى يعني ايه ان هو يتعين او هيفوض عن طريق القوات المسلحه، يعني الانفاق على حملته الانتخابيه من عوائد جهاز الخدمه الوطنيه واجهزه الجيش وتسخير الشؤون المعنويه لدعمه، مما يعني عدم وجود اي فرص متساويه لمنافسته في ظل الانفاق على حملته من اموال دافع الضرائب. عرفتم لماذا اعترضنا على مواد الجيش في الدستور؟ يا حاجه ما كانش محتاج ان هو يعمل حملة انتخابية، وما كانش محتاج دعم من اي حد، لان الشعب هو اللي طالبه بانه ينزل يرشح نفسه، فما كانش حد هيبقى قدامه، لان الشعب ال 33 مليون واكتر غير ال 33 مليون اللي في البيوت، لان كل واحد نزل في الشارع في زيه في البيت، فهم دول اللي طالبوه ان هو يبقى الرئيس. فهمتي ولا لسه يا مجموعة الخونة المجرمين؟ اللي بعده، أقترح على المشير، دي بقى قمة قلة الأدب، أقترح على المشير السيسي ضم الشقيقة ليبيا إلى مصر وإعلان وحدة عسكرية يحصل بعدها على لقب السيسي موحد الإنقلابيين. ليبيا ومصر، موحد الإنقلابيين. اللي بعده، لسه الكنيسة ولسه الأساقفة، بتضايق أما أشوف صور عبد الناصر مع السيسي. اللهم إذا كان اللي حاططها يقصد أن ناصر السبب في تأسيس الدولة العسكرية بكل بلاويها،
طبعا، لان هو اللي كان بيسجن الخونه بكل بلاويها. بس للاسف بيبقى قصده ان الاثنين نفخوا الاخوان، هي يلا نعلق صورهم، هي احنا فاشيين وولاد احنا كمان ناصر والسيسي. طبعا لانك ما كانش عاجبك ان اي حد ان هو يسجن الخونه، انتوا عايزين تبرطعوا فيها زي ما انتوا عايزين والدم يسيل الركب مش مشكله. دي حاجه كده زي كاس ولي العهد السعودي، احنا جمهوريه يا ولاد الكلب، احنا مش مملكه، اصحوا لنفسكم. اتحاد الكره هي بتعلق على المصري اليوم اللي كتب اتحاد الكره يدرس تسميه، اتحاد الكوره يدرس تسميه بطوله الدوري باسم السيسي. طب ده اتحاد الكوره مش هو اللي قال لهم اعملوا الكوره باسمي؟ يعني اتحاد الكوره شايف ان لما الاتحاد المصري يبقى اسمه اتحاد السيسي. طبعا ده غيظك وهتموتي وهتطقي. لا كده خلاص، بصوا الحته دي بقى، لا كده خلاص انا هنتخب السيسي، ده بيصلي الفرد بفرده يا ولاد. مرسي ما كانش بيعمل حاجه في حياته غير الصلاه. فعلا فعلا يا حاجه، عشان كده انا دايما بقول عليه الشيخ مرسي، ما كانش بيعمل حاجه لصالح مصر غير الصلاه، صلاه لنفسه طبعا، لكن كان خاين، كان عميل، كان مخابراتي، كان بيفشى قصايد بلده، كان لو رصيتي بقى خدي زي ما انت عايزه، كل ده في كفه وهي عيني بيصلي الفرد بفرد يا اخي عنه ما صلى. هي طبعا بتقصد السيسي هنا، خلاص انا هنتخب السيسي. يا اخي عنه ما صلى ولا صام، يا ريت كان عنده مخ وضمير. يا ربي انا زهقت من البلد المخبوله دي. هي بتتكلم على ايه؟ فوت بتاع ده فيتو كانت حاطه مستشار السيسي المشير لا يترك فردا. مستشار السيسي كان بيقول كده ان السيسي ما بيتركش فردا، فهي بتقارن في الصلاه ما بين ده وما بين ده، بتقارن ان الشيخ مرسي ما كانش بيفوت فرد، وهنا المستشار بيقول ان هو ما بيتركش فرد، فالاثنين بيصلوا. بس مين الخاين والعميل ومين اللي بيعمل لصالح البلد يا حاجه؟ بصوا قله الادب في الاخلاق ومشاعر الناس بقى فعلا بجد. وبكده لميس هتهتف وبكده لميس هتقف تصوت وتلطم في جنازه حماتها، ونوفر الصريخ على الشاشه لبكره. طبعا بتعلق على ان والده عمرو اديب توفت وان لميس هتلطم على حماتها، فبتقول يعني هنرتاح منها يوم في الصراخ على الشاشه. من غير احترام لمشاعر حد سواء عمرو اديب او لميس لوفاه حد عنده، لكن قله الادب هي المميزه، مش مشكله اتريق اهزر اسخف اعمل اي حاجه مش مشكله، بس ما عنديش احترام لمشاعر الناس. دي سر علام. اللي بعده شمس، بصوا بقى الحته دي، دي بنوته شمس بتتصل ب بلميس عمرها 5 سنوات، بتقول لها ايه؟ بحبك وبحب مصر وبحب السيسي. طفله عندها 5 سنوات اتصل بلميس، ترد الحاجه ساره تقول ايه؟ الله يحرقك يا حبيبتي انت وحبايبك يا اختي كميله. لما تدعي على طفله 5 سنين وتقول لها الله يحرقك، ادب واخلاق وتربيه، يا سلام، في احسن من كده اخلاق وتربيه؟ اللي بعده واحده قالت لي تريقه بقى كمان، واحده قالت لي صباحي منافق عاوز الكرسي وخلاص، عاوز الكرسي وخلاص. قامت هي قالت لها ايه؟ هو السيسي يعني اللي عايز الانتريه؟ ما هو عايز الكرسي الاخر. ما معناها يعني؟ صمت انتخابي. خدوا بالكم صمت انتخابي ده يعني تحريض على ان الناس ما تنزلش الانتخابات. فكانوا عاملين شعار صمت انتخابي، ما حدش ينزل ينتخب السيسي. شايفين هي بتشجع ايه؟ صمت انتخابي، الله عليك. ايه رايكم فيها؟ ولسه كل ده ما وصلناش للكنيسه. المصري اليوم في الصفحه الاولى
السبسي على خطى السيسي. فعلا السبسي اللي كسب الإخوان بالصناديق زي السيسي اللي أقصى الإخوان بالدبابة. بالظبط، أقصى الإخوان بالدبابة فين يا حاجة؟ داس عليهم فين بالدبابة؟ بالدبابة أقصاهم إزاي بالدبابة؟ هما ما داسوش، الجيش ما داس على حد غير شهداء ماسبيرو. عرفتي إن الكدابة؟ خلينا في شهداء ماسبيرو بعدين. اللي بعده بصوا بقى، ده عبد الله بركات. عبد الله بركات ده شيخ على فكرة، بس هو مش حاطط صورته، بس أنا عارفة الاسم. بيقول إيه؟ لسه سامع تسريب مكتب السيسي. هو بيقول الخلاصة مرسي، ركزوا في النقطة دي كويس قوي، مرسي كان محتجز بعد الانقلاب في وحدة عسكرية، وده مخالف للقانون، ووكيل النيابة اللي راح له ما كانش مركز، فأتت في يعني في المعاينة، شاف المعاينة يعني، وهو ما يضمن لمرسي البراء انه محتجز في وحدة عسكرية، يعني ما يضمن لمرسي البراء من كل التهم الهزلية من الأساس دون بذل أي جهد. يعني عشان محبوس في وحدة عسكرية كده مرسي ياخد براءة عن أي حاجة. وقت المحاكمة ظهرت الثغرة، ظهرت الثغرة دي، فالنائب العام اتصل بسرعة بممدوح شاهين مستشار الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية وقال له احنا في مصيبة. قال يعني هو كان معاه، كان عارف ان ممدوح بتاع ده، النائب العام اتصل بممدوح شاهين، كان قاعد وسامع الحاج عبد الله بركات. احنا في مصيبة والمحكمة هتبقى في ورطة لو الدفاع ركز على النقطة دي، ولازم تشوفوا حل وتخلوا المبنى ده تابع لوزارة الداخلية. ياه يا راجل، انت سمعته فين؟ سمعته فين وهو بيقول الكلام ده؟ طيب انت كنت عايزه ان واحد الشيطان الشاطر عمال يهدد السيسي، والفيديو ده منشور ومشهور جدا، لما هدد السيسي وقال له احنا اللي بره هيبقوا في مصر وهيعملوا ويسووا، وكانوا بيشاؤوا، وكان عمال يشاور للسيسي ان هيبقى في دم وفي قتل وفي لو مرسي ما نجحش. وطبعا السيسي كان ساعتها قبل الانتخابات الكلام ده، لما السيسي ابتدى يقبض والحوار في جريدة وطن الوطن، حلو جدا اللي دار، بس مش معايا دلوقتي، اللي دار ما بين السيسي وما بين مرسي في اللحظة الأخيرة. فأنت عايزه بكل إرهابه ده كله، عايزه ياخده يحطه مثلا في عوامة على البحر، ولا يحطه في وحدة عسكرية؟ كان في حالة طوارئ، كان في وحدة عسكرية، لازم يبقى في وحدة عسكرية عشان هم خطر جدا وشياطين، فلازم يكونوا عاملين حسابهم ان هو ما يحصلش اي دم، ما يحصلش اي اعتداء على اي مكان هم هيتحط فيه. ما هو لو ما كانش في وحدة عسكرية كان زمان فعلا عمل اللي الشيطان الشاطر بيقوله. ده الحاج عبد الله بركات، ويا ريت تبقى تقول لي انت سمعت المكالمة دي ازاي. السيسي طبعا هنا في اتضح ان الحاجة سارة من اسيوط، السيسي بيطلب السلام لاسرائيل من اسيوط، وطني حبيبي الوطني الاول اللي هي اسيوط. عرفت انها من اسيوط يعني. بصوا بقى، من هنا ابتدت قلة الادب على الكنيسة، وده اللي فات كلكم واللي جاي كمان كوم تاني. انا اللي ماليش، اللي ماليش شغلانة غير أشيل قداسة ونيافة والحبر الجليل من بيانات الكنيسة. طيب انت مين بقى عشان تشيلي قداسة ونيافة والحبر الجليل، يعني أسقف، من بيانات الكنيسة؟ ازاي يعني انت تبقي مين عشان تشيليهم من بيانات الكنيسة؟ انت ايه علاقتك بدول عشان تشيلي بيانات الكنيسة؟ لسه في آخر الكلام ده كله هقول لكم حاجة. اللي بعده ركزوا في الكلمتين الحلوين دول، ده أغسطس 11 2018، يعني بعد حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس. خلاص، مقتل الأنبا إبيفانيوس 29 7. شكرا يا رب، تفجيرات
وجثث، وشفت بعيني جنازات أساقفة اللي هو الأمبابي فانيوس، ما حرمتنيش. فتن طائفية ما قصرتش، قتل وانتحار ونصيبي. اللي بعده شافت جنازات، نفس الحتة اللي فوق دي اللي بعدها، كنت داخلة. بصوا بقى الجزء الأولاني هي اللي أنا قريته ده دلوقتي، الجزء الثاني كنت داخلة الملف القبطي بنية الكشف عن تاريخ الكنيسة والكتابة عن أديرتها. مين بقى اللي دخلك الملف القبطي عشان تكشفي عن تاريخ الكنيسة والأديرة؟ وحصل، وأنجزت ملف العائلة المقدسة 10 صفحات جورنال وجهد مضني. لكن اللي بيحصل فيا دلوقتي مش مكتوب في القايمة، أنا ما اتفقتش على كده. يا ترى القايمة مين مديهالك ومكتوب فيها إيه يا حاجة؟ اللي بيحصل دلوقتي مش مكتوب في القايمة، يعني هي عندها خطة، هم مدينها خطة هتمشي عليها، هتعمل كذا 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 كذا، الملف القبطي والكنيسة والأديرة والأساقفة، وتشيل وتحط في قائمة. مين؟ الحاج خالد صلاح اللي مديك الملف ده، يعني القائمة اللي انت تعمليها، ولا حد تاني؟ هنشوف اللي بعده. ادي الحاج خالد صلاح اللي قلت لكم الاسبوع اللي فات شهرته او شغلته بقت خلاص يا عيني على نشر الاسلام، واحنا عارفين خالد صلاح كويس جدا كويس جدا. بن لادن ببدله بالصور، بصوا ده اليوم السابع، تخصصه ما بقاش غير نشر اللي بتشهر اسلامها. هولنديه وسلوفاكيه تشهران اسلامهما بمسجد المينا في الغردقه. ادي واحد اليوم السابع. اللي بعده ركزوا بس، انا قلت لحضراتكم ان انا بتامل جدا في الصور اللي اشارت اسلامها للابسه الحجاب الاخضر في سودي. قاعده جنبها طفله انا عامله عليها دايره، الطفله غامقه، ولكل اللي بيقول ان الاجانب بيشهروا اسلامهم يا حرام، غامقه وشها يعني تخين شوية. شايفين اللي أنا عاملة عليه سهل اللي ورا الشيخ؟ شبهها خالص، نفس الخدود نفس المناخير. ربما هذا هو جوزها، وبعد ما خلفت لازم تشهري إسلامك وإلا هاخد منك البنت. إيه رأيكم في إشهار الإسلام؟ عن اقتناع مش كده؟ عن دراسة مش كده؟ تأملوا كده في الصورة شوية وشوفوا هتلاقوا رأيي صح ولا غلط. البنت غامقة زي الحلو اللي حالق شنبه ده اللي عليه السهم، ونفس الوش المدور نفس الخدود نفس مش عارف ايه، وقاعدة جنب مامتها، ويرجع يقول لك ايه ألمانية وهولندية ومش عارفة بيزنطية أشهرت إسلامها. شايفين فرق السن بينها هي وبينه هو قد ايه؟ يعني كله للجنس أو للسفر للخارج. ألف وأتعرف عليها هي جاية سايحة في الغردقة، ألف وأتعرف عليها وأفرش لها الأرض ورد وحب وغرام، وبعديها أمارس الجنس معاها، وبعديها أخلف، وبعديها أقول لها ها هتشهري إسلامك ولا أخد منك البنت؟ أنا عندي فيديوهات بالهبل لستات اتخطف منهم بنا أولادهم. سائحة ألمانية برضو اليوم السابع أهو، سائحة ألمانية تشهر إسلامها بمنطقة وعظ البحر الأحمر. شايفين شكلها مختلف عن التانية؟ هو ده شغل خالد صلاح، ما ينفعش غير كده. هو والحاجة صار ما ينفعش يعملوا حاجة مفيدة. لا، انت شغلتك بقت ان انت تعرف مين اللي أشهر إسلامه ومين اللي ألحد، ولا ما تجيبش مين اللي ترك الإسلام وراح المسيحية، أو ترك الإسلام وألحد، أو ترك الإسلام وراح مثلا بقى يهودي، أي حاجة. لا، أجيب بس اللي تشهر إسلام. بس كويس إن أنت بتكشف عن مين هم اللي بيشهروا إسلام، ده بيعجبني قوي قوي، لأن هفضل أقول لكم دينكم هش. ما ينفعش واحدة تعتنق الإسلام عن اقتناع. أتحدى. أدي واحدة تانية وعاملة دايرة على اليوم السابع برضو، دي في الغردقة برضو
اللي بعده ما بقاش اليوم السابع بس على فكرة، ادي اليوم السابع تاني كمان. ألمانية تعتنق، دي امتى بقى؟ دي لسه من كام يوم، 20 سبتمبر. ألمانية تعلن اعتناق الإسلام في منطقة الوعظ بالبحر الأحمر، والحلو اللي قاعد جنبها وهي أهي. وطبعا شيخ الأزهر الصورة جميلة ورا، واضحة واسعة. منطقة البحر الأحمر بقت خلاص هي فعلا لاصطياد السياح، يدربوا العيال دول على انهم ازاي يوقعوا السائحة وازاي يلف الحبل حواليها ويوقعها في شبكته وبعدين تشر اسلامها. الله الله بجد اهي. المصري اليوم بقى هي الست المانية، يعني بقت اليوم السابع والمصري اليوم الاثنين بيعبروا، وطبعا من فلوس مين؟ اعلانات مين؟ المانية تشهر اسلامها في الغردقة، الاسلام يحمل اخلاقيات لم اراها في دين غيره. فعلا يا حجة بجد بجد يحمل اخلاقيات زي الزفت، مش هتلاقيها في دين اخر بجد. انت يعني مثلا اسألي الحاجة سعاد صالح كده على نكاح الميتة او نكاح البهيمة وهي تقولك اخلاقيات مش هتلاقيها في حتة تانية. اسألي كل واحد عن رضاعة الكبير هيقولك ان فعلا اله الاسلام معرفش يحفظ القرآن، بدليل ان الصورة كانت تحت السرير والمعزة كلتها، يبقى محفوظ. يعني اله الاسلام عرف يحفظ القرآن؟ معرفش، ما قدرش على حتة معزة يقول لها ما تاكليش صورة الرجم ولا صورة رضاعة الكبير. يا بس اوكي كده خلاص. الحاجة بقى صار علام قبل ما نقفل الملف ده، بتقبضوا على كل واحد يكتب اي حاجة على التواصل الاجتماعي، وبتقبضوا على اي واحد تلفقوا له التهمة ازدراء اديان طبعا من المسيحيين، واي واحد يكتب اي حاجة على التواصل الاجتماعي بتلاقوا له التهمة جاهزة ويتقبض عليه. سارة علام بكلامها بإيديها اتضح انها اخوانية صرف، اهانت الرئيس، اهانت الدولة، اهانت الجيش، او يعني قالت تهم على الجيش ما يكونش عملها، انه مثلا قتل 1500 اللي في رابعة وحاجات كتيرة جدا من اللي انا عرضتها دي توصلها لحبل المشنقة، ومع ذلك ما تقبضش عليها حتى للتحقيق، ما توجهت لهاش تهمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي استخدام يسيء للدولة، ما تعملش فيها اي حاجة. طب الخونة المجرمين انتوا قابضين عليهم ليه لما واحدة منهم اهي وعلانية وبتحرض، ما فيش انتخابات، بتحرض على الجيش، بتحرض على السيسي، بتحرض على كل حاجة، ما قبضتوش عليها ليه؟ سايبينها ليه؟ هي مسنودة على مين؟ مين اللي حميها؟ مين اللي مديها القوة انها تقول اللي هي عايزة تقوله ده؟ هل في واحد تاني انا اقدر اكتب، لو انا في مصر اقدر اكتب اللي هي قالته ده بالظبط بالظبط ومش هتقبضوا عليا؟ اقل من كده بكتير قوي ومش هتقبضوا عليا؟ رامي كامل وغيره وغيره اللي احنا عرضناهم كتب اللي هي كتبته؟ بالعكس، ده يمكن كتب في حق الدولة حاجات هي ما تقدرش تكتبها وتخاف تكتبها، ومع ذلك هي ما يتقبضش عليها، واللي ما بيعملش حاجة يتقبض عليه. لا، عايز افهم الفزورة دي، هي مسنودة على مين؟ خليكوا عندكم الشجاعة. لا، دي محمية من فلان الفلاني، دي مسنودة على فلان الفلاني، بس خلاص تبقى الفزورة محلولة. لكن تكتبوا بوشين بمكيالين حد ما يستحقش انه يتقبض عليه يتقبض، وواحدة المفروض تتسجن مدى الحياة وسايبينها، تبقوا انتوا اللي بوشين، تبقوا انتوا اللي بوشين. انتوا سايبينها ليه بقى؟ عايزة افهم. التحريض، الاهانة للكنيسة، اسقفة وبابا وحبر جليل ومش عارف، بشيل، انت مين اصلا
عشان تشيلي اسماء من بيانات الكنيسه. مين انت؟ ايه سلطتك؟ ايه قوتك على الكنيسه؟ تكشفي عن الكنيسه، بتقول اكشف عن الكنيسه والاديره، تاريخ الكنيسه، اكشف ولا ابحث؟ تفرق كتير، في كلمات كتيره جدا. اتكلم اوثق تاريخ الكنيسه مش اكشف، ولا احنا هبل ما بنفهمش؟ اه يا ابويا. طيب دي الحاجة سارة. خلينا بقى في حاجة تانية. اسرائيل عملت بين الامارات والبحرين وكل الدنيا عرفت وكل الناس شافت وتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. لما واحد شيخ من البحرين انا عرضت لكم قبل كده شيخ بيتكلم عن اسرائيل، عرضت لكم من ثلاث حلقات، بيتكلم عن اسرائيل ان ارض اسرائيل دي هي ارضهم. شيخ من الخليج كان واضح جدا في كلامه وقال لك في القرآن بيقول كذا 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 ان دي ارضه. ده بحريني بيقول لك ان اسرائيل اشرف من تركيا وقطر. اسمعوه بيقول كلام جميل جدا، اسمعوا الفيديو. وان شاء الله السلام قائم مع اسرائيل، واسرائيل اقولها وبالفم المليان دولة اشرف وأطهر من النظام الإيراني والنظام التركي والنظام القطري وتنظيم الإخوان وكل تيارات الإسلام السياسي سواء كانت سنية أو شيعية. إيه رأيكم؟ هل أنا اللي قلت الكلام ده؟ ولا ده يعني تجاوز منه؟ ولا دي حقيقة؟ هو عارف قطر بتعمل إيه؟ عارف تركيا بتعمل إيه؟ عارف اسرائيل بتعمل ايه؟ اسرائيل ما فجرتش جوامع، اسرائيل ما اعتدتش عليكم، وزي ما قلت لكم قبل كده بتبقى رد فعل، رد فعل اي حاجه بتعملها من افعالكم، صح ولا غلط؟ طيب خلونا بقى في حته مهمه جدا لانها فعلا لازم الغرب يفهم ويعرف، يعرف كويس جدا ان هو فتح البابان لتعابين وللاسف ما بيتعلموش، بدليل ان الحاج بايدن نسي 11 سبتمبر ونسي الابراج اللي اتفجرت ونسي 3000 امريكي اللي اتقتلوا وعايز يدرس الاسلام في المدارس الامريكيه. لو نجح بعد الشر، بعد الشر مش هيحصل يعني. لو نجح قال ايه؟ هيدرس الاسلام علشان هو دين سلام ومحبه وي وي. طيب تعالوا شوفوا الصورة بتاعت الكاهن. في فيديو الأول لشيخ الأزهر قبل ما أوريكم الحاجة عشان خاطر أعرفكم إن أي حاجة بتحصل، أولاً شيخ الأزهر ينوب عن كل مسلم في العالم أو هو الممثل لأي حد مسلم في العالم، صح؟ أي دولة، اي مسلم، اي جمعية، اي حاجة، هو شيخ الازهر هو القائد بتاعكم. طيب هنعرض بس الصورة بتاعت الفيديو عشان اللي حابب يشوف الفيديو يتفرج عليه، بس انا مش هينفع ان انا اعرضه، لكن انا صدقوني كتبت لكم الكلام اللي هو قايله بالكلمة عشان خاطر تعرفوا هو بيقول ايه. بيقول الناس بتقول له ما تخليك في حالك وابعد عن الحضارات، ودي حضارات ناسها راضية بيها وأهلها راضين بيها. بيقول أنا أؤمن بالقرآن الذي أؤمن به، لو كان الغرب من فضلكم ركزوا جدا في كلماته، لو كان الغرب يكتفي بضلاله ولا يحاول محاولات جادة في نشر هذه الضلالات وفرضها على الأمم الأخرى
وبخاصة الأمم المتدينة، اللي هو مين؟ اللي هي الأمة الإسلامية. لو كان الغرب ما بيفرضش الضلالات بتاعته على الأمم الأخرى وخاصة الأمم المتدينة وبالأخص على المسلمين، ولو الغرب اكتفى بانحرافاته واكتفى ولم يطالبنا بالاقتياد بها، كنا نحمد الله على انه عافانا وانتهى الامر على كده. ولكن نحن اليوم امام غزو متدفق لنشر هذه الثقافة، اللي هي الثقافة الضالة بقى او الثقافة بتاعت الغرب الكافر. وتحدثنا كثيرا عن المؤتمرات، في المؤتمرات وصل بها الامر، وصل بهم الامر انهم يحاربون كلمة زواج ويسمونها مشاركة. دي الضلالات اللي بيتكلم عنها، اللي هي زواج المثليين. وخدوا بالكم بعد شوية حواريكم زواج المثليين. جميل. هم يحاربون كلمة زواج ويسمونها مشاركة. مشكلة الغرب معنا الآن أن الغرب يريد أن يفرض علينا ثقافة تدمر ثقافتنا. وأنا هنا أتذكر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عميق جدا، بيقول إيه؟ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها، وبيحكي مثل في كتب الأحاديث يعني إن في سفينة النص التحتاني ناس والنص الفوقاني ناس. أنا نفسي هو يرجع للمثل ده ويرجع للفيديو ده ويشوف هو قال ايه، لان الكلام غلط جدا 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 لاي واحد بيفكر. الناس اللي تحت عايزه تشرب فتروح طالعه للناس اللي فوق عشان تجيب منها ميه، فهي بتعدي على الناس اللي فوق، فهي بالتالي بتحتك بالناس اللي هم الوحشين اللي فوق. فعشان هي تتقي شر الحلوين اللي تحت اللي هم المتدينين اللي هم المسلمين، هو بيشرح كده في المثل، يكتفوا وما يحتكوش بالوحشين اللي فوق، فهم يعملوا خرم من المية اللي فوق تنزل عندهم عشان يبعدوا عنه. بسمتكم فهمتوا حاجة؟ ده المثل اللي هو قاله بالنص، بالنص المثل نفسه ارجعوا له في كتب الحديث. المهم، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني حينما يشعرون بالعطش كانوا كلما أرادوا أن يشربوا يذهبوا إلى الدور الثاني ليحضروا الماء، فكانوا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فاتفق ذهن بعضهم اللي هم في المركب، يعني قالوا إيه الهدف؟ أنهم عايزين يستريحوا، ما يفضلوش طالعين نازلين، ويتفادوا من هذا العناء. فإن تركوهم وإن أرادوا القائمين على السفينة أن يتركوهم سوف تغرق السفينة. هو هقول لكم قصده إيه في الكلام، بمن فيهم ومن من قبل من الأسفل والأعلى، يعني كلهم يغرق. فإن تحرك العقلاء اللي هو زي شيخ الأزهر يعني ومنعوهم من هذا الحدث، فالنتيجة نجو السفينة من كل اللي فيها، السفينة تنجو يعني. هذا هو موقفنا مع هذه الحضارة من هذه الأخلاق والقيم المنحدرة، وإن تركناهم ليس أمامنا إلا الهلاك جميعا. خدتوا بالكم من الضلالات؟ خدتوا بالكم الحضارة وإن هم يعيني الدولة المؤمنة والأديان المؤمنة والغرب الكافر عايز يوديهم للضلالات. حاضر. لكن أهم ما في كلام شيخ الأزهر إن هو الغرب عايز يجبر المسلمين على أخلاقيات شاذة، وعايز يجبر المسلمين إنهم مثلا ينسوا الزواج ويخلوها زواج المثليين، ومش عارفة الأخلاقيات الوحشة اللي في الغرب. قال إيه؟ الغرب عايز يحط هذه الثقافات الوحشة للمسلمين بس، يعني ده كلام شيخ الأزهر، المسلمين بس لأنهم هم المتدينين، يعني مش هيدوا الأخلاقيات الشاذة دي للبوذيين، لا،
هم عايزين يدوها للمسلمين بس. ليه؟ لان المسلمين حلوين وجمال ومتدينين، فعايزين يبوظوا اخلاقهم. فاحنا لازم نحارب الغرب لان هو بيعمل فينا كده. طب ما تريح دماغك يا حاج وما تروحش للغرب اصلا وتسيبهم. مش هم الناس قالوا لك اول كلامه بيقول الناس قالوا لي ابعد عن الحضارات دي، هم راضين بحالهم. طب ما ايوه سيبهم في حالهم وخليك في حالك، خليك في دولك المتدينه ودينك المتدين وناسك المتدينين، وابعد عن الناس الوحشين الضالين دول اللي يعيني كل ثقافتهم وكل كلامهم ناس وحشه ضاله عايزين يحرضوك على الفساد. ايه رايك؟ ما انت عايز في النهايه ان انت تريح السفينه وتنجو السفينه بمن فيها. السفينه فيها المتدينين، انجو بقى انت من الضلال وابعد عنهم، وخد ناسك المتدينين ابعدهم عن هؤلاء الكافرين وابعدهم عن هؤلاء اللي اخلاقهم وحشه، وخليكوا انتوا في دولكم الحلوه. السؤال يا شيخ الازهر، انتوا ليه بتبوسوا الجزم؟ بقولها لك باللفظ، ليه بتبوسوا الجزم وارض السفارات عشان تروحوا لهم؟ مش هم وحشين؟ رايح ليه للضلال؟ ليه بتموتوا عشان تروحوا البلاد الكافرة؟ ليه؟ ليه بتركبوا البحور وتموتوا في البحر عشان تروحوا للبلاد الضالة دي؟ ليه؟ انت ليه رحت علمت برة؟ عرفت ان انت بوشين؟ عرفت ولا لسه؟ استاذ جرجس بشاي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذة نادية، ربنا يباركك ويستخدمك في المجد اسمك. ربنا يخليك يا رب. انا بس عايز اقول ثلاث نقط بسرعة. اتفضل. النقطة الأولى عن سارة علام، هي أنت حضرتك كشفتيها تماما إخوانية 100%، وأنا في واحدة قريبتي صيدلانية من أسيوط أذنها كانت زميلتها، واللي عايز أقوله إزاي بعد كل ده يخلوها تكتب وتعمل؟ بالظبط. إزاي؟ فاهم؟ يعني السيسي مش عارف، الدولة مش عارفة، ده اللي أنا فاهم. يعني واحدة بتعترف إنها إخوانية 100%. النقطة الثانية بتاعت الجرايد اللي كل ما يلاقوا واحدة يصوروها بتاعت نقص الإسلام، ده بيعبر عن النقص. لأن مفيش فشل. الإسلام بيتهاوى. لا هم نفسهم فشلة. هم نفسهم. عامل زي إيه؟ زي جثة واحد مات. وعصر كل شويه يحط له كريمات وكيونيات عشان الناس تقدر تحاول تقبله. انتوا بتغطوا نفسكم. طب ما تسمعوا قناه الفادي، ما تسمعوا قناه الفوك تكساس، ما تسمعوا قناه الحياه، وشوفوا كل اسبوع عشرات بيتحولوا الى المسيحيه، بيعترفوا ببقهم. بتنكروا ليه؟ الحاجه الثالثه اللي انا قلتها وبقولها للرئيس السيسي وللدوله، طول ما احمد الطيب ده موجود على راس الازهر لا مفيش فايده، لان الازهر غير المناهج، والازهر كل سنه يطلع الاف الارهابيين لانه مصر ان يدرس عدم قبول الاخر والارهاب اللي هو موجود. اشكرك. عايزين محمد سيد طنطاوي تاني، الشيخ الجميل اللي قتل في السعوديه، عايزين يمسك الازهر الشيخ محمد، واحد زي الشيخ محمد سيد طنطاوي الاساسي، اذا كنت فعلا عايزين تاخذوا على الارهاب. اشكرك جدا يا استاذ، اشكرك جدا وعاش من سمع صوتك. هجري بسرعه لان فعلا الوقت ازف، وطبعا هنتصل بمدام رانيا لغايه ما نتصل بيها. في نشوف بس الكاهن روبرتو الإيطالي لغاية ما نوصل لرانيا. الكاهن الإيطالي روبرتو، أوكي. طبعا كلنا فاكرين مين هو الراهب روبرتو أو الكاهن روبرتو، فاللي اتقتل الواحد تونسي قتله زي ما انتم شايفينه، الامور الحلوة ابو دقن ده اللي كان بياكل وبيشرب. وعلى فكره الكاهن روبرتو هو اللي جاب له
بيت وجاب له سكن وبيت يعني وسكن، وكان بيودي له الاكل زي ما قلنا، يعني متولي بيه، وكان عايش في الكنيسه قبل ما يجيب له البيت. قعد 7 سنين روبرتو يرعاه، 7 سنين. وبعدين الحيه لازم تلدغ، لازم، ما ينفعش تتمدلها الايد لكل واحد بيقول انهم مش من الاسلام وبيشوهوا الاسلام وبيجيبوا. الحاج التونسي ده قتلوا ليه بعد ما كان بياكل من ايده؟ قتلوا ليه؟ راح لايطاليا ليه يا حاج يا شيخ الازهر؟ راح لايطاليا ليه؟ 7 سنين بياكل من خيرهم ليه؟ 7 سنين كامله بياكل من خيرهم ليه؟ تعالوا شوفوا الجنازه بتاعته عشان خاطر بسرعه نجري في الصور. شوفوا صور او جنازه. طبعا البابا فرانسيس طلب ان تتعمل له الجنازه، وكان باوامره بعت كاردينالز كذا واحد لاقامه الجناز للراهب. ادي الجناز بتاعه. شوفوا الصور، هنمشي بها بسرعه. الكنيسه وادي الصندوق، شايفين الشعب والشاشه، الراهبات، ادي الكاردينال اللي كان بيقيم القداس وهو خارج من الصندوق، وادي الناس قاعدين في الساحه بره بيسمعوا الزهور. على فكره اللي ورا خالص ده تقريبا بيت الحاج التونسي. فدي الشجره، لان طبعا مش هيقدروا يحطوا دي جوه الشقه، لان هو ضربه في صدره وضربه في رقبته. لما قتلوا ضربوا بالسكينه في صدره وضربوا في رقبته بعد ما اخد منه الاكل. عرفتوا ان انتوا تعبين؟ قولوا لي انتوا افدتوا البشريه بايه غير الدم؟ قولوا لي بس حد يقول لي اللي انا بقوله ده ليه مش موافقين عليه؟ حط نفسك مكاننا، حط نفسك مكان اللي اتقتل ده، وانت يا مسلم بتاكلني وتشربني 7 سنين، وفي الاخر بعد ما تعمل لي كل حاجه مريحه اروح قتلاك. تفتكر هقول ان العالم كله هيقول عليا ايه؟ العالم هيقول كلام. طيب ده كده صور الراهب. طيب معانا واشكرها جدا مدام رانيا جرجس او رانيا فرجلا في ايطاليا، لان احنا بنتكلم على ايطاليا فانا نخليها في ايطاليا كلها مره واحده. هي في ايطاليا، مصريه في ايطاليا، عايشه هي واسرتها، عندها بنت في اعدادي، البنت في المدرسه عادي. هسيبها لكم انتوا وهي تحكي لكم كل حاجه، بس الهدف والسبب الرئيسي انها مصريه. شوفوا الاعتداء اللي تم على البنت. سلام ونعمه مدام رانيا. حضرتك يا استاذه نافيه، اهلا وسهلا بيكي. انا بشكرك جدا، بشكرك جدا على ثقتك في البرنامج، وعلى انك بعتي وطلبتي ان احنا نتكلم على الهوا عشان خاطر تعرضي مشكله بنتك، وتكون صرخه الى الوزيره نبيله مكرم، انت ليه متجاهله قضيه جانيت؟ وليه ما عملتيش فيها اي تقدم زي ما عملتي مع اللي حصل في السعوديه والكويت؟ اتفضلي مدام رانيا، احكي لنا ايه اللي حصل. انا بنتي طبعا من ساعه ما دخلت مدرسه في طبعا عنصريه، في تفرقه، وبالذات للعرب بصفه عامه، وبالاخص من ساعه مقتل الجيني في مصر. وهما بيخلطوا ده بده، وطبعا بيتقال لنا انتم مصريين قتله، بيعنفونا، بيعنفوا اولادنا نفسيا، بيتعبوهم، وكانوا بيرهبوا الطفل وهو صغير ان ما يجيش يشتكي لنا. وبنتي بتتعالج من 2016 نفسي زي ما حضراتكم شايفين. هي على وشها ده مدام رانيا، دي واحده بعد اذنك، اللي شايفينه على وشها ده نتيجه الضرب اللي البنات ده ضرب بسبب عرقها العربي.
على اساس انهم بيعتبرونا ان احنا عرب. لو عندي الوقت كنت رديت عليهم وقلت لهم ان احنا مش عرب ولسنا عرب ولن نكون عرب، لكن الضرب واضح جدا على وشها انهم بيعملوها عشان خاطر الايه المصريين قتلة، لانهم هم اللي قتلوا روجيني. فطبعا جانيت هي اللي بتتعاقب، هي اقل حاجه بتحصل لنا. جانيت بتتعاقب على حاجه الدوله المفروض تاخد خطوه فيها تجاه جانيت. اتفضلي يا مدام راني. طبعا جانيت نقلت لها مدرسه في الاعداديه بسبب ان برضو سقطوها بسبب ان هي عربيه، مع ان هي ناجحه واثبتت ده وحطيت محامي، والمدرسه اشترت المحامي ودفعت له اكتر وخلته هو ضايع عليا ميعاد القضيه، ومعرفتش اعمل حاجه وكنت هشتكيه. وجوزي طبعا عشان مش عايز يكبر المواضيع هنا طبعا وبيتنزل على حقه زي ناس كتير، عدينا الموضوع ونقلت في مدرسه ثانيه كملت فيها سنه والثانيه ودي ثالث سنه. طبعا برضو كان في عنف لفظي، عنف بالالفاظ لحد دلوقتي. ان اولادنا عشان بيسكتوا مفيش حقوق بياخدوها لما بنشتكي زيهم زي الصلاينه، وصل ان يضربوها ويتنمروا عليها ويصوروها وحصل بدل مره مرتين ويصوروها. يعني يصوروها وهي بتتضرب، وكانوا حضرتك كمان عايزين يعروها، يعني هي سابت نفسها تنضرب لازم ما يعروهاش ويصوروها وهي عريانه طفله 13 سنه بتعمل فيها كده. او ماي جاد فطبعا هي تمسكت بهدومها وكملوا فيها ضرب، وكانوا كتير طبعا، يعني كانوا ثلاثه اللي بيضربوا فيها على الاقل، غير ولا 30 ولد وبنت واقفين بيتفرجوا بيصوروا اديها بزياده يعني. طب مدام رانيا، هل كان في رد فعل من المدرسه؟ عملتي محضر؟ ما عملتيش؟ عملتي ايه؟ رد فعل المدرسه قالت لي يعني مدام خارج المدرسه انا مش مسؤوله عنه. يعني ده كان خارج المدرسة مش جوه المدرسة؟ لا كان خارج المدرسة. في المدرسة تحرش لفظي، فطبعا لما بتسكت بيطلعوا بره بيعملوا كده. طب بلغت الشرطة؟ عملت محضر؟ طبعا انا بلغت اول حاجة، اتصلت بالاسعاف نتي محتاجة ان يسعفوها، واتصلت بالشرطة، ولما طبعا جبتهم في نفس المكان اللي هي بنتي كانت فيه جنب المدرسه وجنب بيت الاولاد دول، طبعا جه اهلهم لان هم لما ضربوها برضو حاولوا يشوفوا يتتبعوها رايحه فين، هي بعدت بعيد وكلمتني، جم وراها وجابوا، ولما لقونا جم جابوا اهلهم، نزلوا اهلهم عايزين برضو يضربونا، يعني بقول لهم يرضيكوا اللي حصل فيها، قالوا لي وهنعمل فيكي انت كمان عشان انت عربيه كذا كذا، ارجعوا بلدكم. وكل ده انا ذكرته في المحضر، وبعد ما يعني الام كمان كانت عايزه تعورني بس جوزي دخل في النص اتعور هو. طب سؤال يا مدام رانيا، هل حضرتك معلش من اللاجئين ولا معاكي جنسيه ولا موقفك الاميجريشن ايه؟ انا جوزي هنا من 38 سنه، معاه الجنسيه من سنه 95، يعني ما انتش لاجئه يعني؟ اكتر من 12 سنه. لا احنا مجنسين. اوكي. بس حتى هنا اللي فيه طرف ايطالي من الاب او الام والطرف الثاني عربي بيتعمل فيه نفس الشيء كمان. اي حد بيحمل اسم اجنبي بيتعامل نفس الشيء، بالذات لو الاب هو العربي بالاخص. لو الاب هو العربي بيتعامل معامله ثانيه خالص. طيب تحبي توجهي رساله لحد معين؟ انا ما لقيتش اي تحرك من السفاره ولا اي حد اتصل بيا من الصحفيين المصريين. الجاليه المغربيه هي اللي وقفت جنبي، والصحفيه المغربيه مدام انتيكه هي اللي وصلتني النهارده للجورنال الايطالي ونزلت موضوع بنتي. كويس جدا. وابتدوا الجرايد التانيين ياخدوا منهم الخبر، وعماله تقول لي مستغربه سكوت وصمت سفارتك والصحفيين المصريين، مع انهم اصدقائي ما كنتش عايزه اتعدى على ده، لكن لقيت في صمت منهم رهيب مش فاهمه معناه ايه. فانا اسمحي لي اتدخل، قلت لها طبعا.
وفعلا لما هي اولا اشكرك جدا على ان كمان مره بقول لك اشكرك جدا على ثقتك في برنامج صرخه وامل، ان انت حبيتي ان احنا نوصل الصوت، واتمنى يكون الصوت وصل لاذان الوزيره نبيله مكرم، لانها لازم تاخد موقف حاسم تجاه اللي بيحصل للبنت. ودي انتوا شفتوا احنا بنجني ثمار بلدنا، او مش مصر، بنجني ثمار الايه، ان احنا عروبه او عرب، يعني احنا مش عرب، ولازم نفرق ان احنا مش عرب. لازم يبقى في موقف ان من الدوله عندنا للدوله الايطاليه، عشان تقول لها ان هذه العنصريه ما ينفعش الولاد يتعاملوا بيها، وخاصه دول المستقبل. يعني جانيت والبنات التانيين ولا الولاد التانيين لما يعيشوا بهذه العنصريه مستقبلهم هيكون ألعن من كده. اشكرك جدا يا مدام رانيا. ميرسي خالص لحضرتك، بشكر الاعداد، وبتمنى ان مدام نبيله الوزيره بتاعتنا تتدخل في الموضوع ده، وتخلي اي حد من السفاره يعني يتحرك معايا، لان كله مستغرب الصمت ده. امين يا رب. اشكرك جدا يا مدام رانيا. ميرسي جدا، بشكركم جميعا، وميرسي خالص. ربنا معاكي، وسلامنا لجانيت، والف سلامه ليها. ميرسي، شكرا على محبتكم، ربنا يعوضكم. ربنا يخليك يا رب. هستأذن حضرتك يا دكتور مارك، معلش، عشان خليك معانا، معلش انا لازم اسمعك، بس عايزه الصورتين دول بعد اذن مخرجنا، الصور بس اللي هي ميسون دواس يا شيخ الازهر، يا اللي مش عاجبك الثقافه الغربيه او الاخلاق الغربيه وبلاويهم وكل ما فيهم، دي مغربيه شغالة مستشارة في أسبانيا، مستشارة في أسبانيا، يعني راحة لبلاد الغرب الكافرة اهي، محجبة ومستشارة، ما فيش أي عنصرية اهو تجاهها، العنصرية لينا احنا بس. هي اللي جوزت البنتين اللي أنا حاطة عليهم السهم ده. شايفين أنا عملت دايرة حوالين الإيدين، البنتين دي اللي قصة شعرها قوي، دي بنت مش ولد بيتجوزوا، وهي اللي جوزته ميسون دواس، دي هي اللي جوزته مدني زي ما احنا بنقول، وفخوره جدا انها عملت كده. التويته بتاعتها، كتبت الكلام ده على تويته، وفي خبر بالعربي موجود، ادي التويته بتاعتها كمان اهي، ميسون دواس فرحانه جدا انها اقامت هذا الحفل واقامت الزواج. ايه رايك يا شيخ الازهر؟ مين اللي دلوقتي بيعمل الاخلاق الوحشه، الغرب ولا هي؟ هي كان المفروض تعمل كده؟ لا طبعا. دكتور مارك، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا مدام ناديه. اهلا. وانا هوجز عشان خاطر ما اخدش كتير، بس انا عايز ااكد لمدام رانيا. أيوة. ان اذا كان في حد غلطان في موضوع بنتها فهي نمره واحد. تعريف نفسها انها عربية او تقديم نفسها انها عربية في اي بلد في الغرب، ده شيء على طول بيتاخد ضدها، لان معروف العرب بيعملوا ايه. حضرتك شفتي هو لسه عرض على البرنامج، انا اول مرة اسمع عن موضوع الراجل المسلم التونسي اللي 7 سنين في ايطاليا وقتل الراجل اللي هو بيساعده. طب انت بتقدمي نفسك انا مع الناس دول، طب انت متوقعة ايه؟ صح. فانت لازم تقدمي نفسك انا قبطيه مش عربيه. لا مش عربيه، مش حاجه خالص، انا قبطيه. وهيسالوك يعني ايه قبطيه؟ يعني مصريه مسيحيه غير المصريين حتى التانيين. نحن نلفظ ما وصمنا به من اساءات بالغه بسبب تصرفات العرب المزريه، مش بس في ايطاليا، في كل مكان في العالم حتى في بلاده. فاذا كانت هي عايزه تقدم شكوى، فان الشكوى اللي انا بقولها لها يا مدام رانيا تقدميها ضد نفسك، لانك انت قدمتي نفسك غلط، انت مش عربيه، وتقول لهم انا قبطيه مسيحيه مصريه لكن مش مسلمه. ولو هي هتقدم نفسها كعربيه يبقى هي تستاهل اللي يحصل لها. مع احترامي البنت هي اللي هتكون ضحيه. صح. ضحية انها امها مش عارفة تقدمها للمجتمع. صح. لا. احنا عايشين كلنا في الغرب، وكل الغرب مجرد ما بيسمعوا ان احنا اقباط بيبصلنا بارتفاع. طبعا.
لكن اي واحد هيعرف نفسه ان هو عربي يبقى يستاهل اللي يحصل. اشكرك جدا يا دكتور. لو عندي وقت كنت قلت لكم شخص من الشخصيات الكبيره كان كاتب حاجه عن ان احنا مش عرب، بس ما فيش وقت ليها. بس فعلا بجد بجد انا عن نفسي اي حد بيسالني انت بلدك ايه بقول لهم I'm Egyptian. بتتكلمي عربي بقول لهم لا ده مش عربي، ده Egyptian language، لانه بيختلف عن لغه السعوديه، عن لبنان، عن المغرب، ما تقدروش تفهموها وهكذا. فبقول ان احنا لغه مش عرب، احنا مش عرب. فالمهم بعد اذن مخرجنا دقيقه واحده، بسبب التخلف العربي اللي احنا بنتكلم عنه ده هحكي لكم حاجه قريتها مش هتاخد دقيقة. واحد مسلم في لندن مراته حامل، دي قريتها وجايبها لكم من كام اسبوع بس هي جت المناسبة دلوقتي. مراته حامل فبياخدها، طبعا كمسلم ما ينفعش تروح لراجل فلازم تروح لست، فبيوديها لدكتورة أمراض نساء تتابع معاها. كل مره بيوديها ويقف يستناها وياخدها ويروح. كان عندها appointment، كان عندها ميعاد مع الدكتورة ما جاتش، اتصلت بيها ما بتردش، مش عارفة ايه، فافتكرتها انها ولدت او تعبانة مش قادرة تقوم ترد على التليفون ولا. المهم راحت لها لغاية البيت، المحبة، الادب، الاحترام، الوظيفة، راحت لها لغاية البيت. خبطت عليها على اساس انها تعبانة بقى بتصرخ ولا ولدت. فقالت لها مين؟ قالت لها انا الدكتورة فلانة. قالت لها حضرتك عايزه ايه؟ قالت لها انا جايه اطمن عليكي، افتحي، عايزه اكشف عليكي اطمن عليكي، فاضل لك ساعات وتولدي. قالت لها ما اقدرش افتح لك. قالت لها ليه؟ قالت لها ما معيش مفتاح. الست على فكره عندها طفله عندها سنتين او ثلاثه غير الحمل اللي في بطنها. قالت لها ما معكيش مفتاح يعني ايه؟ قالت لها جوزي كل ما بيخرج الشغل بيقفل عليا من الصبح لغايه ما يرجع بالليل. قالت لها بتتكلمي جد؟ قالت لها اه. قالت لها امال يعني حياتك قضيها ازاي؟ قالت لها بيجيب لي كل حاجه وبيقفل عليا قبل ما يخرج، وما يرجع من الشغل بيفتح بيفتح. راحت الست الدكتوره، راحت طالبه البوليس، راح جه البوليس، راح كاسر الباب واخد الست على المستشفى عشان تتابع في المستشفى، واخد منها الطفله اللي معاها اللي هي سنتين او ثلاثه، اخدوها خالص، ده في لندن، اخدوها خالص. ما كان من الزوج، طبعا البوليس اتصل بالزوج تعالى، ما كان من الزوج طبعا متخذ في تحقيقات وقضيه وبلاوي متلتله، لكن اهم حاجه في الزوج ان هو اتخانق مع مراته بالعربي يلي بتتكلموا عربي، ازاي تفتحي لهم؟ ازاي تكشفي عليهم؟ قالت لهم انا ما فتحتش الباب للقصر، البوليس للقصر، ازاي تقابليهم؟ راحت لما سمعته الدكتوره بيقول الكلام ده طلبت وقالت للبوليس خليها تقول هو بيقول لك ايه. فقال لا، قالت هو بيقول لي كذا كذا كذا. قال له دي زياده عليك قضيه ان انت بتتحكم فيهم بالشكل ده. طب افترض هي ولدت تعمل ايه؟ طب افترض قام في البيت حريقه ومعاك طفله عندها سنتين ثلاثه، البنت تتحرق والام تتحرق وهي حامل؟ فعملوها له قضية كبيرة جدا جدا، ورفضوا يسلموه الطفلة، بقاله مدة طويلة قوي عمال يجري في المحاكم عشان يجيب اللي عندها الطفلة اللي عندها سنتين، وخدوا منه مراته بعدوها عنه وخدوا. دي حرية المرأة يا مجلس قومي للمرأة، شايفين المرأة بيحصل فيها ايه؟ والطفولة شايفين بيحصل فيها ايه؟ هو ده اللي بيحصل في البلاد الكافرة يا شيخ الأزهر، بيحترموا المرأة وبيحترموا الطفولة وبيخافوا على صحتهم وبيخافوا على حياتهم، مش كده يا شيخ الأزهر؟ هو ده الغرب الضال الكافر. أشوف حضراتكم على خير، وأسفة جدا لمخرجنا تأخرنا، أخذنا دقايق كتيرة زيادة، وأشكر حضراتكم وأشوفكم على خير بإذن ربنا الأسبوع الجاي. ما شافش الحلقة من أولها بعد 4 ساعات ويوم السبت زي دلوقتي. سلام، مسك معكم.